من الدوري الاحترافي إنوي، الدوري الذي يعود لمواصلة المسار الجولة الأخيرة المنعرج الأخير بعد توقف وفسح المجال لإجراء مباريات كأس العرش. هي مباراة قد تحدد ملامح البطل الوداد الرياضي البيضاوي، وإن كان خارج السباق لمعانقة درع الدوري لكنه يسعى لتصحيح المسار. في أول ظهور المدرب الإطار الوطني عزيز بن عسكر، فريق الوداد يحتل الرتبة الخامسة 37 نقطة، غاب عنه الفوز في لقاءات وآخر لقاء اللي كان أمام فريق يوسف برشيد تعادل 0-0، وكذلك اللقاء اللي كان كذلك الجولة ما قبل الماضية أمام اتحاد تورقة كذلك التعادل 0-0. يسعى أن تكون مباراته في الكلاسيكو هي انطلاقة الحقيقية لضمان مقعد في المنافسات القارية الموسم المقبل. فريق الجيش الملكي كيستأنف مباريته الرسمية وبالتالي يبحث عن الفوز لمواصلة الصدارة. بسرعة نقدموا التشكيلة ديال الفريقين. الوداد غيدخل بالمجموعة الثانية، يوسف مطيح في حراسة المرمى، باقي اللاعبين جمال حركاس، أمين فرحان، أيوب عملود، إلياس شطي، أنس سرغات، زكريا دراوي، سيف الدين بوهرة، محمد أونجم، الموريتاني سيدي بونا عمار، والنيجيري أديو غونيس. المدرب الإطار الوطني عزيز بن عسكر، المستوى الاحتياط مهدي مفتاح، أسامة محروس، إسماعيل حداد، بدر قدارين، إسماعيل قزوي، منتصر الحتيمي، أسامة الزملاوي، عماد خنوس، و منير الهباش. هذوما اللاعبين الاحتياطيين ديال فريق الوداد. المباراه اللي غادي يقودها الحكم هشام تمسماني بمساعده علاء الدين بشتاوي وانس غمام، الحكم الرابع وسعيد بوجيدي في تقنيه الفار وتقنيه الفيديو، رضوان جيد ورشيد لوزاتي هما اللي غادي يقودوا تقنيه الفار خلال هذه المباراه. مواجهه كما قلت مواجهه قوية بين الفريقين كل ما تعلق بمباراة ولقاء الكلاسيكو بين الوداد والجيش الملكي، سواء بالدار البيضاء سواء بالرباط، فأكيد بأن مباريات تكون قوية تكون مثيرة، خصوصا الآن كما قلت في المنعرج الأخير. فريق الوداد الذي يبحث أنه يصحح الوضع ديالو على مستوى المسار ومحاولة انتزاع الرتبة الثالثة المؤدية للمشاركة والحضور في المنافسات الإفريقية، في الوقت فريق الجيش الملكي يعلم جيدا بأن 4 نقاط التي تفصل عن فريق الرجاء، والفوز خلال هذه المباراة سيعبد الطريق نحو يعني اللقب. صورة تذكارية لعميدي الفريقين أيوب العملود ومحمد ربيع حليمات رفقة طاقم تحكيم هذه المواجهة. نتابع هذا الحضور القوي، الحضور الكبير لجماهير فريق الوداد، ملعب البشير بالمحمدية، من أجل مساندة وتشجيع فريق الوداد خلال هذا اللقاء. الجيش الملكي كما قلت سيبحث على نتيجة إيجابية، وأمامنا تشكيلة ديال الجيش الملكي، المهدي بن عبيد في حراسة المرمى، باقي اللاعبين إيمانويل إيماني شيموي، زوير مارور، حاتم صوابي، محمد بوفيد، العربي الناجي، محمد ربيع حليمات، أحمد حمودان، أمين زحزوح، زكريا الهبطي، وحمزة إيجامان، المدرب التونسي محمد نصر الدين النبي. على مستوى الاحتياط يوسف طفاي كحارس، زين الدين الدراك، علاء الدين أجري، تومي سونغ أوريبوني، أنوار ترخات، يوسف عربيدي، لامين دياكيتي، منصف عمري، وعفتاح دراف. إذن هذه تشكيلة ديال فريق الجيش الملكي. هناك بعض الغيابات في صفوف الفريقين، الوداد كيغيب عليه كل من يحيى جبران، امين ابو الفتح، ايوب بوشا، عبد الله حمود، حمد الهوني، صلاح الدين بن يشوب، كل غيابات في صفوف فريق الوداد. اكيد تختلف بين اختيارات المدرب وكذلك الاصابه. في الوقت لفريق الجيش الملكي هناك غياب كل من بوخريس عكورو، خالد اي ترخان، وايوب الخياطي. الجيش الملكي قلت بانه يستأنف مبارياته الرسميه بعد ما غاب لمده ليست بالقصيره، باعتبار كان تاجيل مبارته عن منافسات كاس العرش امام النهضه البركانيه، يعني انشغال هذا الاخير بالمنافسات القاريه هو الذي يسعى كما قلت لمواصله نتائج ايجابيه، الاقتراب اكثر من درع البطوله والحفاظ على اللقب. الجيش الملكي يبحث عن انتصار الثامن تواليا، حيث منذ التعادل خلال الجوله 17 امام الرجاء ب1-1 انطلقت سلسله انتصارات الجيش الملكي امام نهضه اتلتيكس مبرى ب1-0، امام مدي وجديه ب5-0، النهضه البركانيه ب2-1، اتحاد تورقة 3-0 امام اتحاد طنجه ب2-1، وامام يوسف برشيد 2-0، والجوله الماضيه امام اولمبيك اسفي بهدف لا شيء. نتائج قويه لفريق الجيش الملكي، وتعطى انطلاقه ديال المباراه، نتمنوا بان اللقاء يكون جميل يكون مفتوح بين الفريقين. صحيح يجرى بملعب البشير بالمحمديه، ولكن اعتقد بان هذا الحضور الجماهيري الاجواء كلها بامكانها تقدم لقاء كبير بين الفريقين. امين فرحان كان يعمل الكره، فرصه 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 وفرصه الهدف تضيع على فريق الجيش الملكي، كان خطا ديال امين فرحان. حمزه ايجامان، يوسف ديد، ويوسف مطيع يتدخل، اول فرصه واول تهديد تقريبا 30 ثانيه الاولى في بدايه هذه المباراه. الجيش الملكي كان ضغط على دفاع فريق الوداد، وامين فرحان اللي ما تمكنش من ابعاد الكره. حمزه ايجامان خذ الكره، ولكن التدخل صراحه كان ممتاز للحارس يوسف مطيع في اول تهديد خلال هذا
اللقاء خلال بداية هذه الجولة الأولى. الكرة في الوسط للعميد أيوب العملود، العملود الحكم كيمنع خطأ، حكم كيمنع خطأ لفائدة فريق الوداد في الوقت اللي أمامنا المدرب عزيز بن عسكر الإطار الوطني الذي يقود فريق الوداد. الوداد أكيد عديد تغييرات على مستوى المدربين بعد عادل رمزي تونسي فوز البنزرتي، كذلك المدرب المساعد رضوان الفالحي. فاليوم عزيز بن عسكر الذي سيحاول إتمام المشوار وكما قلت محاولة تحقيق نتائج إيجابية. نتابع هذا الخطأ ديال أمين فرحان، حمزة إيكامان تمكن من استرجاع الكرة يسدد ولكن تدخل كان ممتاز للحارس يوسف المطيع. لاحظوا تدخل جيد ليوسف مطيع امام لاعب المنتخب الوطني المغربي الاقرب 23 سنه حمزه ايكامان. نصر الدين النبي مدرب التونسي، حوار تكتيكي بين المدربين. نذكر بانه لقاء الذهاب كان عرف فوز فريق الجيش الملكي 3 اهداف مقابل هدف واحد، اهداف العربي الناجي خالد عيتور خان ولامين دياكيتي. في الوقت يحيى جبران الذي يغيب على هذه المباراه هو اللي كان سجل الهدف الوحيد لفريق الوداد. الجيش الملكي عجز عن تحقيق الفوز امام الوداد بالدار البيضاء في منافسات الدوري تقريبا منذ 2013 بعدما كان فاز 1-0 كان هدف عزيز جنيد في لقاء الاياب، وفاز الوداد منذ ذلك على الجيش الملكي في اغلب مباريات الكلاسيكو التي اجريت بمدينه الدار البيضاء على مستوى الدوري داخل ميدانه. تعادل في مواجهتين وفاز في 8 ديال المباريات في الوقت اللي فاز الجيش الملكي في منافسات الكاس دور 16 عشر النهائي 3-1 2019. الجيش الملكي اللي بعد التوقف اللي كان اضطراري خاض العديد من المباريات الوديه باعتبار بان نصر الدين النبي كان يحافظ على انه تبقى هناك تنافسيه عند اللاعبين. واجه فريق يوسف برشيد، واجه فريق الجمعيه السنويه وكذلك فريق وداد فاس كان تصل عليه بنتيجه كبيره 7 اهداف مقابل هدف واحد. كره في الجهه اليسرى احمد حمود تدخل وخطا، خطا لفائده فريق الجيش الملكي. العوده ديال محمد منجم، نتابع من جديد تدخل ديال منجم امام حمودان وخطا لفائده فريق الجيش الملكي. من المنتظر بان يكون تنافس قوي على مستوى وسط الميدان، كل فريق سيسعى انه يكون سباق للكره. الحكم كيعلن على الخطا امامنا اللاعب امين زحزوع هو اللي كيساعد لتنفيذ هذه الكره الثابته، والكره الثابته بامكانها تكون حل من الحلول خلال هذه المباراه. في الوقت يوسف مطيع كيطلب ان يكون هناك حراسه فرديه وكذلك سيف الدين بوره انه ياخذ المكان المناسب. تعبت كره من امين زحزوع، تدخل الدفاع اللي كيبعد الخطوره ترجع من لامين دياكيتي. الحكم يقول ما كاينش هناك خطا، الكره طويله انطلاقه ديال ادي اوغونيس ولكن كره اقرب لمستوى الدفاع ديال فريق الجيش الملكي. مهدي بن عبيد حارس الثاني ديال المنتخب الوطني المغربي، عديد من اللاعبين في صفوف الفريقين اللي عندهم امكانيات جيده الوداد والجيش الملكي كيد اللي كتعتبروا القاطره ديال كره القدم الوطنيه. والمكان الطبيعي بالنسبه للفريقين هما انه يلعبوا على الالقاب. الوداد ذكر في الرتبه الخامسه 37 نقطه 10 ديال انتصارات 7 تعادلات و7 هزائم. دخلت المرمى ديال 28 اصابه ودخلت المرمى وسجلت 28 هدف دخلت المرمى ديالو 33 اصابه. الجيش الملكي في الرتبه الاولى 58 نقطه على بعد 4 ديال النقاط من فريق الرجاء 18 انتصار 4 ديال التعادلات ومنية بهزيمتين سجلت 53 هدف دخلت المرمى ديالو 16 اصابه. كنقول بان مباراه كيحضر فيها الضغط النفسي لقيمه الفوز خصوصا سواء في فائده فريق الجيش الملكي وكذلك فريق الوداد. غنتظروا كذلك القراءات الفنيه والتكتيكيه سواء لعزيز بن عسكر او نصر الدين النبي. نتمنى الايقاع يكون سريع خصوصا هذه الدقائق كما نتابع هناك سرعه. الكره في الجهه اليسرى احمد حمودان، حمودان هناك تنافس. العوده ديال جمال حركات والحكم كيمنح خطا، الحكم يمنح خطا لفائده فريق الوداد. تدخل ديال احمد حمودان كنلعبوا الدقيقه الخامسه دائما التعادل السلبي صفر ليميتي بين الفريقين. نتابع هذا التنافس القوي بين احمد حمودان وجمال حركاس والحكم يمنح خطا لفائده فريق الوداد. قلت بانه الفريقين كيتوفروا على اللاعبين مهاريين وانذار، اذا ورقه وبطاقه لاحمد حمودان اول ورقه في هذا اللقاء. احمد حمودان لاعب امكانيات مهمه، لاعب سابق اتحاد طنجه وكان عنده تجربه بالدوري السعودي رفقه فريق الرائد والخور القطري وام صلال وسيليا. كيقوم بإعطاء اضافه قويه بالنسبه لفريق الجيش الملكي. مباراه متوقفه. الجيش الملكي صداره الدوري بنتائج قويه اكدت مسار ديالو الناجح هذا الموسم. طموح كبير التتويج بالدرع الدوري المره الثانيه على التوالي
وما لم يحدث لفريق الجيش الملكي منذ 6 عقود تقريبا، بعدما كان سيطر على منافسات الدوري في الستينات القرن الماضي تتويجه ب6 الألقاب في تلك الفترة، 61 62 63 64 وكذلك 67 68. الجيش الملكي بأكثر عدد الانتصارات الآن 18 انتصار والأقل تعادلا 4 تعادلات إلى جانب شباب سوالم، وثاني أقل الأندية هزيمة بعد الرجاء اللي ما انهزمش منذ بداية الموسم، كذلك بأقوى هجوم 53 هدف، كتوصل تقريبا 6 الأهداف لتحطيم رقم فريق الوداد التهديفي في موسم واحد، وكان 2020 2021 حينما سجل فريق الوداد 50 هدف. أرقام بالقبل لو كتحدث عن نفسها وعن الحضور القوي المتميز لأندية الفريق الجيش الملكي. مشات كرة في جهة اليسرى إيمانويل إيماري شيموي البحث عن أحمد حمودة، الكرة خارج أرضية الملعب وشرط لفائدة فريق الوداد، ما زلنا كنتظروا تحرك الوداد تحرك الخط الأمامي ونجم أديغونيس وعمار في الوقت اللي تابعنا زحزوح وتابعنا حمزة إيجامان وكذلك أحمد حمودة. جمال حركاس جمال حركاس كيحاول يكون لك هدوء في البناء الهجومي. أيوب العملود عميد الفريق الآن، أيوب العملود أنس سرغات سرغات المراوغة، تدخل للعربي الناجي كيخرج كرة الشرط شرط لفائدة فريق الوداد. أمامنا عن المدرب عزيز بن عسكر إطار الوطني، أكيد لاعب سابق للمنتخب الوطني المغربي 48 سنة كان مدافعا ولعب اكيد للمنتخب الوطني المغربي، خصوصا انه كان شارك في تصفيات مونديال 2006 بالمانيا، اعتزل سنه 2011 كلاعب حمل خميس ستاد لافال الفرنسي كاين الفرنسي، كذلك كان معار لكوينز بارك رونجرز الاسكتلندي، كذلك بقطر لعب للشمال وامستر والوكره وتوج بلقب كاس امير قطر. كوينز بارك اكيد الانجليزي اللي لعب ليه عادي تعرفت كذلك دير الفريق بورني الفرنسي ممارس بأقسام الهوات، كذلك الشغل مع أجاكسيو وقاد فريق الشبان وانضم إلى فريقه السابق أومسلال كمدرب. أول فريق قادو في المغرب هو المغرب الفاسي موسم الماضي بين شهر فبراير وشهر أبريل، وبالتالي غادر الفريق بعد نتائج اللي ما كانتش توازي الطموحات ديال المسؤولين ديال الفريق المغربي الفاسي، يطمح في انه يحقق نتائج طيبه في هذه اللقاءات والمباريات والجولات الاخيره من الدوري الاحترافي. كرة من جديد لفائدة فريق الوداد، أنس سرغات مشى الكرة في الجهة اليمنى ونجم ونجم طلب الكرة أوغونيس داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة لفائدة فريق الوداد ولكن هناك التغطية والكرة أقرب للحارس مهدي بن عبيد. أمامنا النيجيريا دي أوغونيس غادي يكون عنده عمل كبير من أجل تخطيط الدفاع القوي للفريق الجيش الملكي تحت قيادة حاتم الصوابي وزهير مرور. زهير مرور كيمر عند محمد ربيع حريمات هداف الفريق وهداف الدوري الاحترافي 9 ديال الاهداف ربيع حريمات، مستويات كبيره لربيع حريمات. حاتم صوابي حاتم كيلعب كره في الوسط ولكن فقط عند اوغونيس كيمررها في الجهه اليسرى، هذه فرصه لفائده فريق الوداد. تمريره من سيدي بن عمار لاوغونيس سيف الدين بوهره مشات كره في الجهه اليسرى، ترجع الكره من جديد لانس سرغات سيف الدين بورا بورا كي مرر، هذه فرصه لفائده فريق الوداد امكانيه العرضيه تلعبت كره فرصه وكان تدخل ديال الدفاع حاتم حسن الحظ من الكره مرت جانبا. امامنا الياس شطي هو اللي كان من الجهه اليسرى بحث على العرضيه، سنتابع من جديد العرضيه ديال الياس شطي وحاتم الصوابي حاولوا يدخل بعد الكره ولكن لاحظوا الكره مرات جانبا كان بامكانها تغلط الحارس مهدي بن عبيد. اول زاويه اول ركنيه لفائده فريق الوداد من الجهه اليمنى لمرمى الحارس المهدي بن عبيد، تلعبت الكره دائريه داخل منطقه الجزاء تدخل الدفاع، ترجع الكره من جديد لفائده فريق الوداد. امين فرحان فرحان الكره طويله في الجهه اليمنى اناجم خذا الكره اناجم اناجم الحكم المساعد رفع الرايه، حكم المساعد رفع الرايه وبالتالي كيعلن على وضعيه تسلل وخطا لفائده فريق الجيش الملكي. تابعنا انطلاقه ديال محمد اناجم، تابع من جديد العوده من وضعيه التسلل كان تواجد العملود وكذلك اناجم. مهدي بن عبيد بن عبيد كيلعب الكره طويله، امين فرحان كره في الوسط لانس سرغات سرغات ترجع الكره من طرف زكريا دراوي كره في الجهه اليسرى زكريا، هذه فرصه لفائده فريق الوداد. سيف الدين بوره سيف الدين بوره سيف الدين بوره شنو يعمل، غادي يبحث على العرضيه ترفع الكره داخل منطقه الجزاء، تدخل زهير مرور تصل لايوب العملو تسديده ولكن الكره بعيده
أيوب العبلود يسدد والكرة فوق المرمى. أيوب العبلود كان عنده جلسة مع إدارة الفريق من أجل مواصلة المشوار ورفقة الوداد لقيمة ولمكانة أيوب العبلود. حقق نتائج إيجابية، حقق ألقاب مع فريق الوداد، كان كيشكل لقوة خصوصا المستوى بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى. كان تواجد يحيى عطيطلة كمدافع وكمساند كذلك لفريق الوداد كان على مستوى الجهة اليسرى. أكيد يحيى عطيطلة اللي انتقل للدوري الروسي. حمزة إيجامان، هناك تدخل الدفاع، جمال حركاس مشات كرة في الجهة اليسرى، ترجع من سيف الدين بورا. جبلك اللي تلقى خبر صار بعد ما قررت لجنة الاستئناف تخفيض عقوبة الويكلو على الجماهير ديالو بستاد المباريات لمباريتين، وكانت لجنة الأخلاقيات قد عقبت الجيش الملكي بالإيقاف في استاد المباريات بعد مباراة اللي كانت جمعت الجيش الملكي وأولمبيك أسفي برسم الجولة 24، وبالتالي الجيش الملكي بعد السنين فاد هذه العقوبة. غادي يستافد من الجماهير، مشات كرة في جيل منها أيوب العملود، العملود تبنى داخل منطقة الجزاء فرصة، تدخل الدفاع دائما الخطورة متواصلة، تسديدة ولكن ما كانش يعني القوة وكذلك التركيز الكافيين. سيدي بونا عمار هو اللي سدد الكرة الأخيرة. أمامنا اللاعب والمهاجم الموريتاني يسدد والكرة تمر جانبا، كانت فرصة ومحاولة أخرى لفائدة فريق الوداد. يمكن نقول أنه الآلة الهجومية الآن ديال فريق الوداد بدات كتحرك. عزيز بن عسكر يحاول أنه يرفع من المعنويات ديال اللاعبين، خصوصا محاولة الوصول لمرمى ولدفاع فريق الجيش الملكي. مباراة كتطلب من الفريقين اللاعب تركيز عالي طيلة 90 دقيقة، تقديم المطلوب وعدم ارتكاب الأخطاء، هذا مهم جدا، وأن يكون كذلك انسجام على مستوى الدفاع وعلى مستوى الوسط وعلى مستوى الهجوم، وتركيز أن يكون عالي خصوصا داخل منطقة ومستطيل العمليات. يعني فريقين صراحة اللي عندهم شخصية البطل، لا الوداد الرياضي البيضاوي ولا فريق الجيش الملكي. مشات كرة في الجهة اليمنى، هذه فرصة ومحاولة فريق الجيش الملكي، بحث على المساندة، ترجع كرة من محمد مفيد، ربيع حريمات، حاتم الصوابي، زوير مارور للرواندي ايمانويل ايماني شيموي، حمزه ايجابان، ترجع كره مره اخرى لايمانويل زوير مارور. الوداد تواجد اربعه ديال اللاعبين محترفين دفعه واحده في التشكيله الرسميه ديال عزيز بن عسكر في الوقت اللي فريق الجيش الملكي دفع بإيمانويل إيماني شيبوي والاحتفاظ بتومي سونغ أوريبوني اللاعب البوتسواني، وكذلك لامين دياكيتي على مستوى الاحتياط ديال فريق الجيش الملكي. حمزة إيجامان مرة أخرى لإيمانويل، تم تكسر بلاعبي فريق الجيش الملكي. عند اللاعب أمين زحزوح، زحزوح تمرير في الوسط، تعود المحاولة، إمكانية التمرير في الجهة اليمنى، هذه فرصة لفائدة فريق الجيش الملكي، محاولة تمرير من محمد المفيد، تدخل دفاع الحكم المساعد كيقول ما كاينش هناك خطأ، استرجاع كرة لصيف الدين بورا. لاحظوا هذا التنافس القوي من أجل استرجاع الكرة، والحكم المساعد هذه المرة كيرفع الراية وبالتالي كيبحث، كان كيبحث سيف الدين بورا أنه يبعد الكرة، وخطأ لفائدة فريق الوداد. لاحظوا هذا التنافس القوي، ثم تدخل زكريا الهبطي لاعب سابق لفريق الرجاء. اكيد بان جماهير الرجاء تتابع اللقاء وتتابع المباراه، يعني في مناسبات قليله جماهير الرجاء اكيد نعلم جيدا التنافس القوي والتنافس الرياضي بين الرجاء والوداد، واليوم جماهير الرجاء تساند الوداد لان هزيمه الجيش الملكي، فوز الرجاء غدا امام شباب محمديه يخلي الرجاء من يقلص الفارق الى نقطه واحده، كل حسابات كيتم كيد تداولها، ولكن الجيش الملكي يبحث على نتيجه ايجابيه في مباراه قويه وفي مباراه صعبه، وان كان فريق الوداد كيبحث على كبرياء ويبحث على كيد نتائجه الايجابيه، لان الوداد عودنا على دائما الحضور من اجل الفوز بالالقاب وليس فقط تنشيط البطوله. فريق الوداد اللي كيد فاز ب 22 لقب على مستوى الدوري، كان في تنافس قوي الموسم الماضي مع فريق الجيش الملكي، الجيش الملكي 13 لقب، خصوصا بعد غياب اللي تقريبا 14-15 سنة على منصة التتويج. الجيش الملكي الموسم الماضي تمكن من معانقة اللقب وبالتالي الفوز بلقب الدوري، هذا الموسم كذلك بأرقام قوية.
الموسم الماضي نتائج ديال فريق الجيش الملكي كان يعني نتائج خصوصا في كاس الكونفدرالية وكاس الملك سلمان وكاس العرش ما كانش نتائج طيبة، وبالتالي المسؤولين كانوا في كل ارتباط مع المدرب الفرنسي فرناندو داكروز، لكن الفريق تمكن من الفوز ومعانقة اللقب. واليوم نتائج إيجابية رفقة تونسي ناصر الدين النبي، كرة طويلة تدخل جمال حركاس والكرة في الشرط في ذات فريق الجيش الملكي. زوير مرور، حاتم الصوابي، مرة أخرى لزوير مرور، مشات كرة عند لاعب ربيع حريمات، ربيع حريمات في الوسط العربي الناجي. بعد ما كيحاولوا اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي انه البناء الهجومي طارق من الدفاع في الوقت العوده ديال اللاعبين فريق الوداد في نصف الملعب حتى يغلقوا كل المنافذ. مره اخرى ربيع حريمات، حريمات في الجهه اليسرى، هناك خطا بالفعل، هناك خطا لفيده العبيد لاعب سابق النادي القريطري ولفريق الفتح الرباطي محمد ربيع حريمات، كما قلت دينامو الفريق على مستوى الوسط. تفادى الخطا، مشات كره لحاتم صوابي، زوير مارور، هدف في هذه الدقائق سواء للوداد سواء للجيش الملكي، يعطينا صوره اخرى لهذه المباراه. ربيع حريمات مشات كره في الجهه اليسرى، امين زحزوع، امين زحزوع التمريره، هذه فرصه بواسطه احمد حموده، حموده داخل منطقه الجزاء، تدخل والحكم يمنع خطا لفائده فريق الوداد ولانس رغات، العوده والتغطيه امام احمد حمودان. نتابع هذا التدخل وخطا لفائده فريق الوداد. أنس سلغات كيحاول يرجع حتى يساند الدفاع ديال فريق الوداد. جمال حركاس، ترجع الكرة للحارس يوسف مطيع، أمين فرحان في غياب أمين أبو الفتح، أكيد ثنائية جمال حركاس وأمين فرحان على مستوى الدفاع ديال فريق الوداد. أيوب العملود، مرة أخرى لجمال حركاس، سيدي بونا عمار، لاحظوا الكرة في القائم خطيرة، وتدخل وإبعاد الكرة، كرة في الزاوية، كانت فرصة لفائدة فريق الجيش الملكي، ومرة أخرى أخطاء للاعبي ولدفاع فريق الوداد. سيدي بونا عمار الكرة كترجع، الكرة كترتقب بالقائم الأيسر، سنتابع، لاحظوا حاول يرجع الكرة للحارس يوسف مطيع ولكن ما كانش بشكل جيد، كأنه سدد الكرة للمرمى، كرة ارتقبت بالقائم الأيسر والكرة بعد تدخل امين فرحان، الكرة في الزاوية، الزاوية لفائدة فريق الجيش الملكي، تلعبات الكرة في القائم الأول، تدخل الدفاع سكري لابطي خلى الكرة تخرج خارج أرضية الملعب، وشرط لفائدة فريق الجيش الملكي. أمامنا زكريا الهبطي، اللي تابعنا كنقول جوج ديال الفرص، جوج ديال المحاولات توجدت من أخطاء على مستوى الدفاع ديال فريق الوداد. غادي يتفت أشرط من طرف محمد مفيد، زكريا الهبطي، إيمانويل، إيمانويل كيرجع الكرة، زوير مرور، مرور الكرة طويلة في الجهة اليسرى عند اللاعب حمزة إيجامان، ما تمكنش من استرجاع كرة لاعب أونجم. ربيع حريمات، مرة أخرى لزوير مرور عند الحارس يوسف مطيع، مطيع كيلعب كرة في الجهة اليمنى، دي فرصة لفائدة فريق الجيش الملكي، محمد مفيد بالرأس ولكن كرة خارج أرضية الملعب، تدخل أمين فرحان كيبعد الكرة من جديد لفائدة فريق الجيش الملكي. أمين زحزوح فريق الوداد اللي خرج من المنافسات، منافسات كأس العرش أمام فريق شباب سوالم الرياضي بعد الهزيمة بهدف ليلاشي، وبالتالي فريق الوداد يغادر من دور 16 النهائي، ولو كان يطمح في الذهاب بعيدا في هذه المنافسات وبالتالي إنقاذ الموسم. الوداد اللي خدينا يعني المواسم الأخيرة ف 2019 2020 كان وصل للدور النصف النهائي وكان خرج أمام المغرب التطواني، بعد ذلك وصل للمباراة النهائية 2020 2021 وكان هازم أمام فريق النهضة البركاني بضربات الجزاء، بعد ذلك 2021 خرج أمام فريق الرجاء 1-0، وهذا الموسم يخرج من دور 16 النهائي أمام فريق شباب سوالم سيف الدين بورا، مراوغات متتالية من جيل أسرة، كيرفع الكرة، تدخل الحارس، تدخل الحارس مهدي بن عبيد، سيف الدين بورا
فرصه ومحاوله من الجهه اليسرى تبعنا المراوغه، رفع الكره داخل منطقه الجزاء ولكن ما كانش هناك متابعه والكره كانت اقرب للحارس مهدي بن عبيد ايمانويل. ايمانويل امين زحزوح مره اخرى للرواندي ايمان الجموي. زوير مرور العربي الناجي ايمانويل في الجهه اليسرى. اكيد لما يكونوا انتصارات متتاليه فهناك ثقه. احمد حموده دخول داخل منطقه الجزاء، تدخل الحكم كان ضربه جزاء. الحكم يعلن عن ضربه الجزاء اللي فادت فريق الجيش الملكي في الوقت اللي كان تدخل ديال امين فرحان امام احمد حمودان. الحكم كان قريب العمليه يعلن عن ضربه جزاء اللي فادت فريق الجيش الملكي، اكيد في انتظار لمتابعه الصوره والتاكد من اللقطه الاخيره. في الوقت اللي تحدثت بان انتصارات اكيد كتعطي الثقه والجيش الملكي يلعب بثقه كبيره في الوقت لفريق الوداد، اكيد بانه النتائج السلبيه الاخيره اثرت بشكل كبير على نفسيه اللاعبين. وتابع هذا الانطلاقه وهذا السرعه والدخول داخل منطقه جزاء. هناك انزلاق ديال امين فرحان والحكم يعلن عن ضربه جزاء لفائده فريق الجيش الملكي. اذا الجيش الملكي يحصل على ضربه جزاء في انتظار التاكيد او الغائها من طرف حكام الفار. الحكم كيطلب اللاعبين ديال فريق الوداد يكونوا خارج مستطيل العمليات. امامنا احمد حمودان يعني قوته في اختراقه في سرعته، واكيد تابعنا الدخول داخل منطقه الجزاء بالتالي كيحصل على ضربة جزاء بعد التدخل ديال امين فرحان عزيز بن عسكر. اكيد ما نتمناش انه تكون البدايه بهذه المباراه الكبيره ومباراه الكلاسيكو والمباراه كذلك القويه واللي عندها علاقه باللقب، ولكن كره القدم هي بهذا الشكل، ولما تاخذ فريق يعني في المنعرج الاخير فاكيد بان اكيد غادي تنتظر كل السيناريوهات. اذا ربيع حريبات كينتظر انه اللاعبين ديال فريق الوداد يكونوا خارج مستطيل العمليات في الوقت اللي لاحظوا الهدوء ديال ناصر الدين النبي المدرب التونسي. اكيد بانه لو تسجل هدف غادي يعطي ثقه كبيره للاعبي فريق الجيش الملكي في الوقت اللي فريق الوداد غادي يسعى اكيد يوسف مطيع تصدي لهذا ضربه الجزاء. اذا تم تاكيدها ربيع حريبات يبحث عن هدف التقدم وكذلك اعتلاء صدارة الهدافين وفك الشراكة مع اكيد اللاعبين كذلك اللي كيتصدروا الدوري الاحترافي. غادي نتابعوا هذا ضربة جزاء ربيع حريمات ويوسف المطيع. حريمات والمطيع في انتظار الصافرة ديال الحكم هشام تبسمالي. ربيع حريمات والكرة في القائم، الكرة في القائم الايمن وتضيع ضربة جزاء. يعني ربيع حريمات سدد بكل قوة، الكرة ترتطم بالقائم الأيمن وبالتالي تضيع ضربة جزاء وبالتالي صفر لمثله بين الفريقين. قلت أنه ربيع حريمات بحث على هدف تقدم الجيش الملكي، وكذلك أنه بحث أنه يفك الشراكة بين اسماعيل خافي وكذلك محسن بوريغا اللي كيتصدروا الهدافين في الوقت اللي تابعنا إنذار على حمزة إيغامان. لاحظوا التسديدة قوية كانت المتابعة ديال يوسف المطيع والكرة ترتطم بالقائم الأيمن وتضيع هذه الفرصة وهذه المحاولة اللي كانت سانحة التسجيل لفريق الجيش الملكي. لاحظوا ردة فعل ديال الطاقم التقني وكذلك الهدوء ديال محمد ناصر الدين النبي. إذا حمزة إيغامان كيطلق الإنذار وهذا الإنذار الثاني في صفوف فريق الجيش الملكي. 25 دقيقة دائما تعادل سلبي صفر لمثله. مساندة كبيرة من الجمهور الحاضر جماهير فريق الوداد. كرة طويلة كان تدخل امام اوغونيس تمريره من ربيع حريمات مشات كره عند اونجم ولكن الكره طويله خارج ارضيه الملعب وشرط لفيده فريق الجيش الملكي. ايمانويل ربيع حريمات للرواندي ايمانويل عند زوير مرور كيلعب كره طويله تدخل انس سرغات كره في الوسط ما تمكنش وصل الكره لسيدي بن عمر. هذه فرصه لفيده فريق الوداد تمريره عند اوغونيس ولكن خروج ديال الحارس مهدي بن عبيد كيلعب الكره طويله اقرب للحارس يوسف المطيع. تضييع ضربه جزاء قد يمنح دفعه معنويه للاعبي فريق الوداد. امين فرحان فريق الوداد اللي على مستوى المسار على مستوى لقاءات الاياب فحقق ثلاثه انتصارات فقط امام الشباب المحمديه.
بخمسة أهداف مقابل هدفين، ثم دورة 19 كانت أمام النهضة البركانية بواحد صفر، والفوز اللي كان خلال الجولة 22 أمام المولدية الجديدة خارج الميدان بهدفين لا شيء، هذو ثلاثة انتصارات اللي حقهم فريق الوداد خلال لقاءات ومباريات الإياب. الوداد اللي حتى الخروج ديالو من المنافسات الإفريقية فأثر على الفريق اللي عودنا دائما أنه يمشي بعيد في منافسات دوري أبطال إفريقيا. الوداد اللي احتل الرتبة الثالثة منصفة مع سيمبا التنزاني، ولكن هذا الأخير هو اللي تمكن من التأهل للدورة الربع النهائي إلى جانب عسيكا بيجون. تبدأ المحاولة أحمد حمودان كيلعب الكرة في الجهة اليسرى عند الرواندي مانيشيموي أحمد حمودان، ولكن هناك تغطية من جمال حركاس والكرة خارج أرضية الملعب. ضربة مرمى لفائدة فريق الوداد. يوسف المطاع كيساعد لتنفيذ هذه ضربة مرمى. الجولة 25 انطلقت بمباراة المغرب الفاسي أمام يوسفية برشيد، مباراة اللي عرفت فوز فريق يوسفية برشيد بهدف للا شيء. نذكر بأنه في نفس التوقيت تجرى مباراة الفتح الرباطي أمام اتحاد تورقة، والثامنة مساء حصية أكادير يواجه فريق المولودية الوجدية يوم غد أولمبيك أسفي أمام النهضة البركانية، الخامسة عصرا والسابعة مساء المغرب تطواني أمام اتحاد طنجة، لقاء أكيد الكلاسيكو الشمال مغرب تطواني واتحاد طنجة، ثم التاسعة مساء شباب محمدية يستقبل فريق الرجاء. مباراة أكيد تبعنا لقاء الكأس وفوز فريق الرجاء والتأهل للدور الربع النهائي من الصدف، مباراة كذلك على مستوى الدوري بين شباب محمدية وفريق الرجاء في الوقت لشباب السوالم أمام نهضة أتلتيك زمبلة تجرى يوم الاثنين. كرة في الوسط ترجع من أمين زحزوح زوير مرور، تدخل ديال اللاعب زكريا دراوي اللاعب الجزائري زكريا دراوي إلى جانب كذلك إلياس الشطي لاعبين الجزائريين في صفوف فريق الوداد. كانت مراوغة ديال أمين زحزوح سيرجع الكرة طرف أنس سرغات سرغات تمريرة في اتجاه اللاعب لاعب غونيس والحكم هناك دار الشفهي لزوير مارور أمامنا أديو غونيس اللاعب النيجيري سجل خمسة ديال الأهداف على المستوى الدوري ورفقة فريق الوداد في الوقت اللي أكيد الموسم الماضي بولي اسطنبول جونيور اللي كان هداف ديال الدوري الاحترافي لاعب سنغالي 13 هدف اللي سجل مع فريق الوداد، وقبله أكيد جيم بينزا 16 هدف، وقبله كذلك أيوب الكعبي 18 هدف. الوداد دائما هناك حضور قوي على مستوى اللاعبين والهدافين. إلى خدينا الجيش الملكي فآخر لاعب اللي توج كهدف للدوري كان هو المهدي النغمي 2016 كان سجل 12 هدف، نذكروا كذلك جواد ودوش 2011 اللي كان سجل كذلك 11 هدف، ومصطفى العلاوي 14 هدف، كذلك 2008 عبد الرزاق المناصفي كان وقع 13 هدف، 2007 مرة أخرى جواد ودوش سجل 12 هدف. يعني الجيش الملكي كذلك بحضور عبد السلام الغريسي 95 كان سجل 15 هدف لتبادل المحاولة من الجهة اليمنى، هناك انطلاقة دخول داخل منطقة جزاء التمريرة وتدخل إبعاد الكرة من طرف المدافع أيوب العملود يبعد الكرة للركنية، كانت محاولة وفرصة لفيد الفريق الجيش الملكي من الجهة اليمنى، تمريرة عرضية نتابع من جديد بواسطة اللاعب محمد مفيد وأيوب العملود في المكان المناسب يتدخل ويبعد الكرة للركنية، الركنية الثانية لفريق الجيش الملكي من الجهة اليمنى لمرمى الحارس يوسف المطيع. إذا سنتابع هذه الركنية، تابعت الكرة دائرية رأسية فرصة خروج الحارس، خروج الحارس يوسف المطاع اللي كيتمكن من التقاط الكرة، كانت محاولة خطيرة مشات الكرة في الوسط عند اللاعب زكريا، زكريا دراوي كيطلع من الكرة، لاحظوا التحركات ديال أمين زحزوح للمدافع إيمانويل مهدي بن عبيد. زوير مارور ما نساوش كذلك الحسن انفلوس اللي كان كذلك من الهدافين المتميزين ديال فريق الجيش الملكي، وكان توج 91 15 هدف
كان 88 مع قوة المساعدة كان سجل 17 هدف جيش ملكي اللي قدم لاعبين متميزين على مستوى الهجوم. تفالي عبد الرزاق خيري والعديد من اللاعبين تبادل المحاولة، هذه فرصة لفائدة فريق الجيش الملكي. تدخل الدفاع ونجم الكرة في الوسط لسيدي بونا عمار، مازال ما تبعناش تحركات ديال المهاجم الموريتاني، مشات كرة في الجهة اليسرى، هذه فرصة لفائدة فريق الوداد. إمكانية العرضية تلعبت كرة سيف الدين بورا، سيف الدين بورا حاول يخلي الكرة لأديو غونيس ولكن الكرة مشات عند الحارس المهدي بن عبيد بسرعة لزكريا الهبطي على المستوى الجهة اليمنى. زكريا الهبطي محتفظ بالكرة. زكريا الهبطي كيمر عند أمين زحزوح لربيع حريمات شنو يعمل حريمات دائما محتفظ بالكرة. كيمر عند العربي الناجي، مشى الكرة في الجهة اليمنى، حمزة إيغامان محتفظ بالكرة. حمزة إيغامان تدخل والكرة خارج أرضية الملعب، شرط لفائدة فريق الجيش الملكي. حمزة إيغامان أكيد اللي كان حاضر مع المنتخب الوطني المغربي لقاءين الوديين اللي وجب من خلال المنتخب الوطني المغربي اللي أقل من 23 سنة بمدينة أنطاليا تركيا أوكرانيا والويلز. وحمزة إيغامان أكيد اللي قدم مباراة كبيرة أمام منتخب ويلز اللي كان انتصار 2-0، أعطى إشارات بأنه قد يكون من كذلك من الدعامات الأساسية بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي بالألعاب الأولمبية القادمة بفرنسا. وصل بأن المنتخب الوطني المغربي كان تعرف على الخصوم ديالو المجموعة الثانية الأرجنتين أوكرانيا وصاحب المركز الثالث على المستوى الآسيوي. كل توفيق للمنتخب الوطني المغربي الأقل من 23 سنة اللي كيقودوا الإطار الوطني طارق ستيوي. ترجع الكرة ليوسف مطيع، جمال حركاس، حركاس كان ضيع من الكرة. حمزة إيغامان التمريرة داخل منطقة الجزاء، دي فرصة لفريق فريق الجيش الملكي ولكن هناك تغطية من طرف أمين فرحان. فرحان كرة خارج أرضية الملعب وشرط لفائدة فريق الجيش الملكي. بالفينة والأخرى هناك بعض الأخطاء على مستوى الدفاع ديال فريق الوداد، يحاول الجيش الملكي استغلالها. مشات كرة من الجهة اليسرى، إيمانويل الحكم يقول ما كاينش هناك خطأ. زكريا دراوي اللي أنجم مشات كرة في الوسط، سيدي بونا عمار تمت تقصيرها بين لاعبي فريق الوداد. محاولة إخراج الكرة ولاحظوا الضغط ديال لاعبي ديال فريق الجيش الملكي في مناطق فريق الوداد. أمين فرحان كيلعب الكرة في الجهة اليسرى، سيف الدين بورا ترجع الكرة للاعب والمدافع إلياس شتي. زكريا دراوي، أمين فرحان، جمال حركاس مرة أخرى لأمين فرحان اللي يحاول يلعب الكرة طويلة. بالفعل طلب الكرة أونجم وكذلك أيوب العملود على مستوى الجهة اليمنى. تدخل ديال إيمانويل مرة أخرى عند لاعب أنس سلغات. سلغات تمريرة في الوسط في الوقت اللي كانت المطالبة بالخطأ، الحكم خلى امتياز مدى الكرة دائما لفائدة فريق الوداد. سيدي بونا عمار لأيوب العملود، العملود ممتازة في الجهة اليسرى لفائدة فريق الوداد. نتبادل المحاولة وهناك تغطية والعودة كذلك للمدافع محمد مفيد كيتمكن ضرب الكرة في إلياس الشطي وضربت مرمى لفائدة فريق الجيش الملكي. تابعنا في الصورة المدرب التونسي في حوار تكتيكي مع عزيز بن عسكر نصر الدين النبي 58 سنة اللي يشتغل كيد بالعديد من الدول الإفريقية بالكونغو الديمقراطية مع فيتا كلوب مع تي بي مازيمبي ومع موتيمبي بامبي واللي كان وصل معاه دور المجموعات كأس الاتحاد الإفريقي بعد ما كان فاز على حرس الحدود المصري وفاز معها باللقب الدوري وكذلك الترجي التونسي ومع المنتخب التونسي. كذلك درب اليوم بارا الكونغولي فاز بكاس الاتحاد الافريقي مع تفوق في النهائي على جولي برمالي ب 2012، كما درب الاهلي الليبي ويونغ افريكانز التنزاني والمريخ السوداني والاسماعيلي المصري والهلال السوداني. بالتالي تجربه افريقيه مهمه لنصر الدين النبي. نتمنى ان فريق الجيش الملكي يستفيد منها خصوصا في المشاركات المقبله. وصل الموسم الماضي سيكون حاضر الجيش الملكي بدوري ابطال افريقيا. كره طويله من محمد اونجم
لأوغونيس لاعب نيجيري ممتاز لاعب نيجيري كمرار في الجهة اليسرى كان لمحتل سيف الدين بورا، ولكن هناك تغطية من طرف المدافع محمد مفيد اللي تمكن من قطع الكرة. لو مرات أعتقد أنه كان بإمكانه تشكل خطورة رأسية أوغونيس، ولكن موصلت كرة لسيف الدين بورا. حاتم الصوابي عند اللاعب أمين زحزوح. نلعب العشر دقائق الأخيرة من هاد الجولة الأولى والوقت الأصلي للجولة الأولى. تمرير ممتاز عن زكريا الهبطي اللي حاول يلعب الكرة بالكعب، ولكن أقرب للاعبي فريق الوداد سيدي بون عمار في الوسط زكريا دراوي كيرجع الكرة لأمين فرحان. كيتمكن الحال ريتم سريع لهذا الجولة الأولى، وهذا هو يخلينا نتابعوا فرص للتسجيل خصوصا حتى الآن من فريق الجيش الملكي مع إضاعة ضربة جزاء من طرف رابع حريمات. ترجع الكرة لمستوى الدفاع زوير مارور مازال محتفظ بالكرة، كيلعب كرة طويلة في الجهة اليسرى. هناك انطلاقة ديال رابع حريمات داخل منطقة الجزاء، هناك تغطية لاعب العودة ديال محمد ونجم، وكذلك تواجد أيوب العملود الحكم كيقول الزاوية. إذا الزاوية اللي فدت فريق الجيش الملكي. تابع هذا الحضور الجماهيري، جماهير فريق الجيش الملكي، عفوا فريق الوداد في غياب جماهير الجيش الملكي. نتابع هذه الزاوية. أمين زحزوح، حمزة إيكامان زحزوح رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، تصدي وإبعاد الكرة من طرف المدافع جمال حركاس. كرة خارج أرضية الملعب وشاط في ذات فريق الجيش الملكي. كرة العرضية داخل منطقة الجزاء يعني تحمل الخطورة على دفاع فريق الوداد. إيمانويل تدخل أيوب العملود، طويلة من سيدي بونا عمار البحث على ديوغونيس، ولكن كرة أقرب للاعب حاتم. طريقة ممتازة باش خرج كرة من أمام أوغونيس وكذلك زكريا دراوي. العربي الناجي أمين زحزوح ممتازة بالكعب للعربي ربيع حريمات في الجهة اليسرى. أحمد حمودان، حمزة إيكامان تسديدة إيكامان والكرة فوق المرمى. تسديدة حمزة إيكامان والكرة فوق مرمى الحارس يوسف مطيع. كانت محاولة لفائدة فريق الجيش الملكي. تابعوا من جديد لاحظوا التحركات ديال أحمد حمودان وحمزة إيكامان اللي حاولوا يسدد للمرمى. جمال حركاس لأيوب العملود، تدخل أمين زحزوح والكرة في شرط لفدات فريق الوداد. الوداد كما قلت غياب يحيى جبران عميد الفريق اللي كيغيب عن هذه المباراة على غرار المباريات كذلك السابقة. كذلك أمين أبو الفتح، أيوب بوشتا، نضيف لهم عبد الله حمود، صلاح الدين بنيشو، حمد الهوني، كلها غيابات في صفوف فريق الوداد. أمين فرحان لجمال حركاس. يوسف المطيع، أمين فرحان، كرة قصيرة على مستوى الدفاع ديال فريق الوداد الرياضي البيضاوي. أوغونيس محتفظ بالكرة، ولكن هناك تغطية، تدخل محمد مفيد، زكريا الهبطي ومفيد، مفيد من الجهة اليمنى، مفيد كينتظر المساندة. مرة أخرى عند زكريا الهبطي، تدخل أمين فرحان، ترجع كرة بطرف لاعبي فريق الوداد عند أنس سرغات. حاول اللاعب سيدي بن عمر أنه يخرج من الرقابة لأنه يبحث عن الكرة. أيوب العملود، ما كاينش هناك حلول، كيمرر في الجهة اليسرى عند سيف الدين بورا. هذه فرصة لفائدة فريق الوداد. بورا محاولة التمرير، تدخل، ترجع الكرة من جديد عند جمال حركاس. أمين فرحان لسيف الدين بورا، غير المكان ديالو من الجهة اليسرى للجهة اليمنى. ونجم المراوغة ديال ونجم، ولكن تدخل ديال أحمد حمودان، وحمودان كيتمكن أنه يعني يحصل على ضربة مرمى بعد ما ضربت الكرة في رجل ديال ونجم. تابع من جديد، كانت محاولة من ونجم نوراوغ، تدخل أحمد حمودان، ثم كرة خارج أرضية الملعب وضربة مرمى لفائدة فريق الجيش الملكي. لما نتحدث على الوداد وعلى الجيش الملكي فكما قلت نستحضر الكؤوس، نستحضر البطولات
ما يمكنش توضع الوداد والجيش الملكي خارج الانديه اللي اكيد حققت القاب وكذلك قدمت لاعبين كبار للمنتخبات الوطنيه بقاعده جماهيريه كبيره، وكذلك على مستوى التكوين فريقين اللي اكيد دائما كيقدموا لنا العديد من اللاعبين. كذلك الجيش الملكي اللي عنده مركز رياضي وضخم يتواجد اوروبيا وعالميا. تبادل المحاوله لامير فرحان على مستوى الجيل الاسرى، امير فرحان كينتظر المسانده، ترفعت الكره ولكن الكره خارج ارضيه الملعب. الحكم كيقول ضربه مرمى لفائده فريق الجيش الملكي. امامنا امير فرحان اللي حاول يبحث على الحلول. نصر الدين النبي، تجارب التونسيه، عديد التجارب التي نجحت بالكره المغربيه غرار فوزي البنزرتي وأحمد العجلاني والسعد الجرد الشعبي، كذلك الآن تواجد عبد الحي بن سلطان المعين الشعباني مع النهضة المركانية، وبالتالي العديد من التجارب. أكيد مرحبا بكل الأطر أكيد العربية والأجنبية، شريطة تقديم الإضافة وتقديم يعني شيء تكون ايجابيه بالنسبه للفرق والانديه الوطنيه، خصوصا لما يتعلق خصوصا بالمشاركات في المنافسات القاريه. فنبحث دائما على الالقاب، مشات كره في الجيل الاسرى، امين زحزوع التمرير داخل منطقه الجزاء، فرصه في فريق الجيش الملكي ولكن تصل الكره لسيف الدين بورا، البحث على المرتد الهجومي، انطلاقه ديال اوغونيس ولكن هناك تغطيه من حاتم الصوابي، كيرجع الكره للحارس مهدي بن عبيد. زهير مارور والوداد اللي على مستوى المنافسات القاريه فمنذ الفوز باللقب 2017 امام الاهلي المصري كلها مشاركات كانت ناجحه. 2018 خرج من الربع النهائي امام وفاق سطيف، و2019 خسر النهائي امام الترجي، و2020 خسر دور نصف النهائي امام الاهلي، ثم 2021 خرج من نصف النهائي امام كايزر تشيفس الجنوب افريقي، و2022 فاز باللقب مره اخرى امام الاهلي المصري. واكيد النسخه الماضيه كان هزم في النهائي امام الاهلي المصري. الجيش الملكي اللي ما كانش موفق في كاس الكونفدراليه، المشاركه الاخيره خرج من دور المجموعات دور الربع النهائي كان امام اتحاد العاصمه بعدما كان هزم بجوج صفر، وفي الاياب كان فاز بثلاثه اهداف مقابل هدفين، وكذلك في الكاس العربيه فكان خرج امام فريق الوحده الاماراتي. في الوقت نتمناو كل التوفيق لفريق النهضه البركانيه الحاضر في المنافسات الافريقيه. تبادل المحاوله من الجهه اليمنى لبحث على زكريا العبدي، رفعت الكره داخل منطقه الجزاء، دي فرصه تدخل وابعاد الكره، سيدي بونا عمار مشات الكره في الجهه اليسرى، سيف الدين بورا، سيف الدين بورا شو يعمل سيف الدين بورا تمريره، هناك وضعيه تسلل اعتقد اوغونيس، اوغونيس هناك وضعيه تسلل بالفعل لانه لو مرر في يعني اللبسه الاولى كان بامكان اوغونيس يكون تكون يكون في وضعيه افضل، ولكن لما كان تاخر شيء ما تابعوا من جديد سيف الدين بورا. هنا التمريره تسلل كان واضح على المهاجم النيجيري ديوغونيس المعارض من كاراكاس الفنزويلي. قلت من كل التوفيق لفريق النهضه البركانيه اللي تمكن من الوصول للدور النصف النهائي بعد تخطي لفريق ابو سليم الليبي، وسيواجه خلال الدور المقبل دور نصف النهائي فريق اتحاد العاصمه الجزائري اللي قلت بان النسخه الماضيه كان اقصى فريق الجيش الملكي. كل توفيق النهضه البركانيه، لقاء الذهب بالجزائر 21 من الشهر الجاري ولقاء الاياب 28 من الشهر الجاري، كل توفيق النهضه البركانيه. في الوقت فريق الزمالك يواجه فريق دريمز الغاني، فريق النهضه البركانيه عنده كل الامكانيات لبناء معانقه اللقب. كرة بالرأس تعود في فريق الجيش الملكي، حمودا عند اللاعب رامي حريمة، تدخل ممتاز لجمال حركاس، كرة في الجهة اليمنى محمد أوناجم، نلعب الدقيقة الأخيرة، تحرك ديال فريق الوداد زكريا ضراوي عند اللاعب سيدي بونا عمار، عمار عند إلياس الشتي، إلياس الشتي مشات كرة في الجهة اليسرى، سيف الدين بورا تمنى كانت خاطئة، تعود من جديد في ذات فريق الجيش الملكي. قلت نلعب الدقيقة الأخيرة في انتظار التعرف على الوقت بدل ضائع لهذه الجولة الأولى ديما التعادل السلبي 0-2 بين الفريقين مع تضييع ضربة الجزاء من فريق الجيش الملكي. الحكم طلب مواصلة اللقاء أحمد حمودان، حمودان التدخل وزكريا العبطي كيمرر عند لاعب مفيد أمين زحزوح، غير اتجاه الكرة في الجهة اليسرى، إيمانويل إيمان الشموي، إيمانويل لحمزة إيكامان
وراه غادي حمزه ايغامان والحكم يعلن عن خطا كان تدخل ديال ايوب العملود خطا لفيده فريق الجيش الملكي. الكرات الثابته كما قلت تبقى حل من الحلول بالنسبه للفريقين. نتابع هذا التدخل ديال العميد ايوب العملود والحكم يمنع خطا لحمزه ايغامان. اذا الخطا كان غادي يحول فريق الجيش الملكي استفاد منه في هذه الدقائق الاخيره، ثلاث دقائق كوقت بدل ضائع لهذه الجوله الاولى. امامنا امين زحزوح هو دائما صاحب الاختصاص على مستوى الكرات الثابته. امين زحزوح صعود حاتم الصوابي تواجد زهير مرور البحث على الضربات الراسيه في الوقت اللي يوسف مطيع يطلب من اللاعبين من يكون هناك حراسه فرديه على يعني اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي. نتابع العربي الناجي تلعبات الكره الدائريه داخل منطقه الجزاء الراسيه والهدف. الهدف بواسطة رابع حريمة. قلت بأن الكرات الثابتة يبحث فريق الجيش الملكي بأن تكون حل من الحلول، تمريرة ورابع حريمة في المكان المناسب يضع الكرة في الشباك، هدف أول لفائدة فريق الجيش الملكي يأتي في الأنفاس الأخيرة بل في الوقت بدل الضائع من هذا الشوط الأول. تلعبات بشكل ممتاز من أمين زحزوح داخل منطقة الجزاء والمتابعة من محمد ربيع حريمات يضع الكرة في الشباك وهدف أول لفائدة فريق الجيش الملكي. تمنوا ان المباراه يعني تواصل بنفس الروح الرياضيه في الوقت الحكم كيدخل. كان هناك شان ارمسي في المهره واحمد حموده نتابع هذا الراسيه. كان هناك مره اخرى يمكن نقول بانه خلل مستوى التغطيه الدفاعيه استغلوا ربيع حريمات بشكل جيد ويتمكن من تسجيل الهدف الاول لفائده فريق الجيش الملكي. هنا الاصرار خصوصا من لاعب وعميد ربيع حريمات بعد تضييع ضربه جزاء. ربيع حريمات يعوض بهدف من ضربه راسيه في الانفاس الاخيره من هذه الجوله الاولى تمنح تقدم لفريق الجيش الملكي. اذا اكيد 1-0 امامنا لاعبين ربيع حريمات واللي الان يسجل هدف تقدم لفائده فريق الجيش الملكي وكذلك فكيصبح على يعني راس للهدافين ديال الدوري الاحترافي ب 10 ديال الاهداف. كذلك ابتعد بهدف واحد على اسماعيل خافي لاعب فريق اتحاد طنجه ومحسن بوريكا لاعب فريق المغرب الفاسي. اذا غتسالف المباراه في الوقت غادي ننتظروا ردة فعل ديال فريق الوداد وان كان نلعب الوقت بدل الضائع. يمكن نقول بانه هدف بالنسبه لفريق الجيش الملكي جاء في وقت مهم من هذا الشوط الاول. لو انتهي الجوله الاولى بتقدم فريق الجيش الملكي اكيد دفعه معنويه كبيره لفريق الجيش الملكي. في الوقت فريق الوداد مطالب انه يبحث على الحلول من اجل العوده في النتيجه. تدخل امام اونجم تدخل ديال ايمانويل ايمان شيموي حكم كان الخطا لفائده فريق الوداد. المدرب عزيز بن عسكر مطالب بايجاد الحلول. جمال حركاس يسعي لتنفيذ هذا الخطا وهذه الكره الثابته لفائده فريق الوداد. جمال حركاس لعب الكره في الجهه اليمنى اتجاه لعيب زكريا دراوي. هل يكون هناك تغيير قادم بصوره فريق الوداد؟ الكره خارج ارضيه الملعب والزاويه لفائده فريق الوداد. هذه الزاويه الثانيه لفريق الوداد من الجهه اليسرى لمرمى الحارس المهدي بن عبيد. اذا سنتابع هذه الركنيه. الوداد سيحاول العوده في النتيجه ديال هذه الجوله الاولى. لاحظوا صعود جمال حركاس تواجد امين فرحان اوغونيز. سنتابع هذه الزاويه هل يرد فريق الوداد كذلك من الكره الثابته. هناك تحركات داخل منطقه الجزاء الحكم يتدخل كيطلب اللاعبين بان يكون هناك هدوء. اذا سنتابع هذه الركنيه. انتظار الصافره ديال الحكم هشام التمسماني. اذا اونجم كيلعب الكره دائريه البحث امين فرحان دائما محاوله امين زحزوح تدخل الدفاع البحث على المرتد الهجومي والحكم يعلن عن نهايه الجوله الاولى بتقدم فريق الجيش الملكي بهدف لا شيء هدف محمد ربيع حريمات اللي جاء في الوقت بدل الضائع من هذه الجوله الاولى مع تضييع كذلك ضربه الجزاء من طرف ربيع حريمات. امامنا الارقام والمعطيات اكيد بانه غادي يكون هناك حديث ديال المدربين في فتره ديال الاستراحه عزيز بن عسكر ومحمد ناصر الدين النابي من اجل الظهور بوجه افضل خلال الشوط الثاني. اشكركم هذا هشام فرج احييكم القاكم عند بدايه الجوله الثانيه لكم مني كل الحب والاحترام والتقدير الى اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكل مشاهدي الكرام مرة أخرى بملعب البشير بالمحمدية لمتابعة الشوط الثاني من اللقاء الكجمع بين فريقي الوداد الرياضي البيضاوي وفريق الجيش الملكي. لقاء الكلاسيكو جولة أولى انتهت بتقدم فريق الجيش الملكي بهدف لا شيء، هدف العميد محمد ربيع حريمات اللي جاء في الأنفاس الأخيرة من الجولة الأولى، وإن كان ربيع حريمات ضيع ضربة جزاء على فريق الجيش الملكي شوط أول لما التحق بنا، فكيد تبنى تنفس قوي فريق الجيش الملكي اللي حاول انه يستغل العديد من الفرص خصوصا الاخطاء اللي كانت على مستوى الدفاع ديال فريق الوداد. فريق الوداد اللي لقى صعوبات في الوصول لمرمى الحارس المهدي بن عبيد، وبالتالي غادي ننتظروا هذه الجوله الثانيه وكذلك فتره ديال الاستراحه عزيز بن عسكر اللي غادي يحاول انه يقدم التعليمات والنصائح للاعبين من اجل الظهور بوجه افضل خلال الجوله الثانيه. قد نتابع بعض التغييرات خصوصا كنتابعوا العمليه ديال احماد العدد من اللاعبين فوق ارضيه الملعب، تواجد اسماعيل الحداد اسامه محروس، قد نتابع منتصر الحتيمي اللي بامكانه انه يقدموا حلول بالنسبه لفريق الوداد خلال هذه الجوله الثانيه في الجيش الملكي. هدف يمكن قبل انه جا في وقت مهم ومناسب جدا واللي غيعطي الثقه للاعبي فريق الجيش الملكي من اجل الظهور بوجه افضل خلال الجوله الثانيه. الجيش الملكي اللي بعد استئناف مبارياته الرسميه خصوصا انه كان يعني ما لعبش لقاءات وما لعبش مباريات الكاس، وبالتالي فقط يعني التوقف فاستغلوا في اللقاءات والمباريات الوديه، ولكن ظهر بان الجيش الملكي عنده امكانيات مهمه والذي يسعى لمواصله نتائج ايجابيه والاقتراب اكثر من الدرع البطوله. يعلم جيدا بان ثلاث نقاط في هذه المواجهه ستقربه بشكل كبير من درع الدوري وان كان تنافس قوي مع فريق الرجاء الرياضي البيضاوي، عنده مباراه مهمه غدا ملعب البشير بالمحمديه امام فريق شباب المحمديه. غادي ننتظروا رده فعل ديال فريق الوداد اللي غادي يلعب الاوراق ديال الهجوميه خلال هذه الجوله الثانيه، سيحاول العوده في النتيجه ديال المباراه في الوقت امامنا حريمات ولاعب حمزه ايغامان. شوط اول لم نتابع سيدي بونا عمار، لم نتابع ادي اوغوريس لاعب نيجيري امامنا، لم نتابع محمد اونجم، بالتالي حتى الحلول بالنسبه لسيف الدين مهرا كانت يعني غائبه. سنتابع هذه الجوله الثانيه وما سيقدمه الفريقين سواء الوداد من اجل العوده في النتيجه وفريق الجيش الملكي من اجل الاحتفاظ بهذا التقدم وكذلك سيبحث على تاكيد هذا التقدم. اذا ننتظر بدايه هذه الجوله الثانيه في مباراة كما قلت لقاءات الجيش الملكي والوداد، الوداد والجيش الملكي سواء بمدينة الدار البيضاء سواء بمدينة الرباط، كانت دائما كتعطينا إثارة كتعطينا تشويق وكذلك أهداف خصوصا الفريقين اللي عندهم لاعبين عندهم إمكانيات جيدة. إذا عماد خنوس يستعد للدخول، وبالتالي أول تغيير في صفوف فريق الوداد عزيز بن عسكر سيرمي بورقة هجومية وهذا شيء واضح لان فريق الوداد خلال هذه 45 دقيقه سيبحث عن الحلول من اجل العوده في النتيجه ديال اللقاء، لان الوداد كما قلت انتصار من اجل يعني ارضاء الجماهير انه تكون انطلاقه حقيقيه بالنسبه لفريق الوداد وكذلك انهاء الموسم في مرتبه تكون مؤديه لاستحقاقات القاريه، خصوصا انه كنعرفوا الرتبه الثالثه هي مؤديه للمشاركه بكاس الكونفدراليه الافريقيه. إذا التواني والحكم هشام التمسماني غادي يعطي انطلاقه ديال هذه الجوله الثانيه. نتمنى ان الجوله كذلك تكون يكون ايقاع ديال ايقاع سريع، تبعوا كذلك محاوله للتسجيل وتابعوا اهداف. إذا هشام التمسماني يستعد ليعطي انطلاقه ديال هذا الشوط الثاني بالفعل، والكره اللي في يد فريق الوداد ايوب العبلود كيلعب الكره طويله، تدخل محمد ربيع حريمات، كرة في الوسط من زحزوح وإبعاد الكرة مشت لأيوب العملود، جمال حركاس، حركاس كيرجع الكرة للمدافع أمين فرحان، سيف الدين بورا، سيف الدين بورا مراوغة ممتازة، هذه فرصة لفائدة فريق الوداد من الجهة اليسرى عند أوغونيس كيمرار لزكريا ضراوي، غير اتجاه الكره في الجهه اليمنى عند ايوب العملود، العملود محاوله المراوغه ولكن هناك تغطيه راح العوده ديال احمد حمودان، صراحه لاعب هناك ازدواج على مستوى الادوار الدور الدفاعي والدور الهجومي. تدخل ديال ايوب العملود امام احمد حمودان والحكم يمنح خطا لفائده فريق الجيش الملكي.
تابعوا من جديد تدخل ايوب العملون امام احمد حمودان. اذا الخطا لفتات فريق الجيش الملكي امام التونسي محمد نصر الدين العنابي. قلت في حوار تكتيكي مع الاطار الوطني عزيز بن عسكر الحكم كيطلب الطاقم التبني انه يدخل احتياطي الاسعافات الاوليه للاعب احمد حمودان اللي مازال ساقط في ارضيه الملعب. حمودان اللي قام بدور جيد خلال الجوله الاولى هو اللي كان وراء الحصول على ضربه جزاء مع تدخل ديال المدافع امين فرحان. اذا المباراه متوقفه. العمل اللي يمكن يقوم به بالنسبه لفريق الوداد الياس الشطي وايوب العملود في المسانده الهجوميه فهو مهم جدا لاننا ما تابعناش كثير خلال الجوله الاولى في الوقت لفريق الجيش الملكي الاعتماد على ايمان وين ايمان الشوي وكذلك المدافع محمد مفيد. اذا خروج سيدي بن عمار اللاعب الموريتاني ودخول عماد خنوس هذا هو التغيير الوحيد خلال هذه الجوله الثانيه بالنسبه لفريق الوداد. لعبات الكره طويله كره اقرب للحارس يوسف المطيع. ذكر من جديد التشكيله ديال الفريقين الوداد يوسف المطيع في حراسه المرمى باقي اللاعبين العملون حركاز فرحان شتي انس سرغات زكريا الدراوي بوهرا ونجم خروج بن عمار ودخول عماد خنوس واديو غونيس اللاعب النيجيري على مستوى الهجوم. الجيش الملكي المهدي بن عبيد في حراسه المرمى باقي اللاعبين زوير مارور الصوابي ايماني شموي وحمد مفيد العربي الناجي رامي حريمات حمودان زحزوح الهبطي وحمزه ايغامان. كره بالراس في الوسط للعربي الناجي. العربي الناجي تمريره عند اللاعب امين زحزوح تبادل في الجهه اليسرى حمزه ايغامان. ايغامان دخول داخل منطقه الجزاء دي فرصه عند اللاعب امين زحزوح يسدد وتدخل حارس يوسف مطيع الذي يبعد الكره للركنيه. كانت فرصه لوداد فريق الجيش الملكي حمزه ايغامان لاحظوا تمكن من التمرير تجاه اللاعب امين زحزوح الذي يتمكن من التسديد والتدخل وابعاد الكره من طرف الحارس يوسف مطيع اللي كيبعد الكره للركنيه الاولى لفريق الجيش الملكي خلال هذه الجولة الثانية. دفدت الزاوية في القائم الثاني يوسف المطيع بأكيد خروج كان موفق يتمكن من التقاط الكرة مشات كرة سريعة ونجم انطلاقة ديال ونجم على مستوى الجهة اليمنى ونجم كي مرة في اتجاه لاعب عماد خنوج داخل منطقة الجزاء وخروج مهدي بن عبيد. مهدي بن عبيد في المكان والتوقيت المناسبين. التمريرة كانت من الجهة اليمنى بطرف محمد ونجم مهدي بن عبيد كيتمكن من التقاط الكرة في الوقت اللي نصر الدين النبي كيطلب الان من اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي اللاعبين كيشكلوا المتواجدين على مستوى دكه الاحتياط بان يقوموا بعمليه الاحماء. كان قد ننتظر تغييرات كذلك في زون فريق الجيش الملكي. حاتم الصوابي عند ربيع حليمات مشات كره في الجهه اليمنى تدخل امين فرحان امام حمزه ايغامان فرحان تمريره ولكن فقط عند زوير مارور العربي الناجي. امين زحزوح دي الرواندي ايمانويل ايمان الشموي زوير مارور كيلعب الكره في الوسط عند محمد ربيع حريمات. زوير مارور للعربي الناجي ممتاز ممتاز حمزه ايغامان يعني طريقه التحرك وطريقه الانشغال وطريقه المراوغه صراحه لاعب عنده امكانيات مهمه حمزه ايغامان صراحه ربح كبير بالنسبه لفريق الجيش الملكي. شرط لفادة فريق الوداد تفادة من طرف ايوب العملود عند انس سرغات. لاعب الياس شتي الياس لانس سرغات جمال حركاس امين فرحان كيلعب الكرة طويلة تدخل العربي الناجي زكريا الهبطي زكريا محتفظ بالكره كيرجع الكره وكيلعب الكره في الجهه اليمنى عند اللاعب امين زحزوح للعربي الناجي وحمزه ايغامان محتفظ بالكره. هذه فرصه لفريق فريق الجيش الملكي تدخل الدفاع ديما الخطوره المتواصله احمد حمودان وابعاد الكره من طرف الحارس يوسف المطيع. كانت فرصه ومحاوله اخرى لفائده فريق الجيش الملكي مشات كره من جديد لفائده الجيش الملكي احمد حمودان يسدد وتدخل ايوب العملود. حمزه ايغامان في الوقت الحكم رفع الرايه هناك وضعيه تسلل لحمزه ايغامان كانت فرصه ومحاوله وتهديد قوي لدفاع على دفاع فريق الوداد. تابعنا المحاوله والتسديده يوسف مطيع
ممكن يفت الخطأ بسرعة لجمال حركاس. هنا أحمد حمودان اللي كان في وضعية تسلل واللي سدد، وكان تدخل للحارس يوسف المطيع. جيش ملكي لقب على مستوى دوري ابطال افريقيا 85 كان لحساب فريق اس دراغون الزيري كونغو الديمقراطية حاليا، كذلك كاس الكونفدرالية الافريقية 2005 امام الدولفين النيجيري، وكاس الممتاز الافريقي لعب النهائي، وكاس كوس الافريقي كذلك لعب النهائي، وكاس افرو اسيوية 86 كذلك لعب المباراة النهائية. جمال حركاس مشاركونا في الجيل اليمنى، هذه فرصة لفتة فريق الوداد عند أيوب العبلود، هناك تغطية من طرف أحمد حمودان والكرة في الزاوية، الزاوية لفتة فريق الوداد أيوب العبلود وتحركاته على مستوى الجيل اليمنى، كان هناك تغطية من أحمد حمودان. أيوب العبلود العبيد الوداد يبحث عن الحلول الممكنة لوصول لمرمى الحارس المهدي بن عبيد. غادي تنفذ هذه الزاويه بسيف الدين برا، لعبات الكره داخل منطقه الجزاء، هذه فرصه راسيه ديال جمال حركاس ولكن ما كانش بشكل جيد، حاول يرجع الكره داخل منطقه الجزاء ولكن تدخل ديال الدفاع انس رغات للحارس يوسف مطيع. هناك ضغط من زكريا الهبطي، زكريا الضراوي، جمال حركاس، هناك خطا بالفعل الحكم كيمنع خطا لفائده فريق الوداد. كرة في الوسط مروة غادي محمد المفيد العربي ناجي للاعب امين زحزوح، امين زحزوح تمريرة في الجهة اليمنى عند زكريا الهبطي، هذه فرصة لمدى فريق الجيش الملكي، زكريا الهبطي، زكريا الهبطي دخول داخل منطقة الجزاء، رفع الكرة في القائم الثاني والكرة خارج أرضية الملعب، كان البحث على أحمد حمودان ولكن الكرة خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى لفائدة فريق الوداد. زكريا الهبطي انطلاقة من الجهة اليمنى تمريرة ولكن ما كانش بالشكل الجيد. يوسف المطيع يستعد لتنفيذ هذا ضربة مرمى. كرة طويلة بالرأس من طرف العربي النجي. العربي النجي لزكريا بتاع المستوى الجيل اليمنى ولكن تدخل لإلياس الشطي. إلياس عند اللاعب زكريا الضراوي، مشات كرة في الجهة اليمنى وأحمد أوناجم تمت قصرها بلاعب فريق الوداد البحث عن الحلول، مشات كرة في الجهة اليمنى أوناجم وإيمانويل، إيمانويل كان هو الأقرب للكرة، تغطية والتمرير في الجهة اللاعب حمودان. زوير مارور مشات كرة في الجهة اليسرى، هذه فرصة لفتات فريق الجيش الملكي ولكن التمرير ديال ربيع حريمات ما كانش بشكل جيد اتجاه اللاعب حمزة إيغامان. فريق الوداد كذلك يعني مشاركات قارية كبيرة وناجحة على المستوى العربي على المستوى الإفريقي، كذلك حضور على مستوى كأس العالم للأندية، وهذو هما الفرق الكبيرة، الفرق أكيد لازم أن يكون عندها حضور على المستوى الإفريقي وعلى المستوى القاري، هذا كيخلي دائما هناك ضغط النتائج. كذلك المطالب ديال الجماهير هي مطالب مشروعه من فرق بقيمه الوداد بقيمه الجيش الملكي والفرق الاخرى اللي دائما عندها حضور متميز على المستوى الافريقي. مشات كره في الجهه اليمنى اوناجم شنو يعمل اوناجم، كيبحث على امكانيه التمرير ولكن هناك تغطيه لخديت الجيش الملكي، فهو اول فريق عربي تمكن من الفوز على فريق ريال مدريد بكامل نجومه ولاعبيه الكبار، وهذا اكيد كان انجاز كبير. تبدا محاولة زكريا الهبطي داخل منطقه الجزاء، تمريره، تدخل امين فرحان، تدخل امين فرحان. قبل بدا الجيش الملكي كان فاز على ريال مدريد بكامل نجومه ولاعبيه الكبار اللي كانوا متميزين، وكان الجيش الملكي ضم افضل اللاعبين المغاربه بل والعرب والافارقه. كان الحدث هو كاس المغفور محمد الخامس 26 غوت 62 ودارت بالمركب الرياضي محمد الخامس، الفوز للجيش الملكي 4 ديال الاهداف مقابل 3. سنتابع هذه الزاويه
وحاولت استثمار هذا الكره الثابته امين زحزوح، كانت كره دائريه لبحث عن التسديد وتدخل لابعاد الكره بطرف عادي اوغونيس في الوقت اللي وصلت الكره لربيع حريمات. كره طويله من طرف الحارس مهدي بن عبيد، تدخل ايوب العبلود، العربي الناجي، انس سلغات اللي فادت فريق الوداد من الجهه اليمنى عند اللاعب زكريا ضراوي في اتجاه عماد الخنوس. خروج الحارس، خروج الحارس مهدي بن عبيد. مهدي بن عبيد كيتمكن من ابعاد الكره، كان خروج موفق للحارس مهدي بن عبيد امام عماد الخنوس. زكريا الهبطي، حمزه ايغامان، ايغامان لمحمد مفيد، هذه فرصه، فرصه في فريق الجيش الملكي، والكره مرت جانبا، كره مرت جانبا، محمد مفيد ووجه لوجه مع الحارس يوسف المطيع، ما تمكنش من وضع الكره في شباك التابعه من جديد. انطلاقه ديال محمد مفيد، دخول داخل منطقه الجزاء، يسدد والكره تمر فوق المرمى. تضيع هذه الفرصه وتضيع هذه المحاوله على فريق الجيش الملكي. زكريا الضراوي، جمال حركاس، هذه فرصة تبني داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة، 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 تدخل وإبعاد الكرة بطرف زهير مرور. كانت محاولة وصلت الكرة لعباد الخنوس بعد ما كان هناك نقول بأنه سوء تفاهم على مستوى الدفاع ديال فريق الجيش الملكي. عماد الخنوس لقى امامه التدخل وابعاد الكره طرف المدافعين للفريق الجيش الملكي وابعاد الخطوره. سنتابع هذا الركنيه من اجل الوصلة لمرمى الحارس مهدي بن عبيد. محمد اوناجم، صعود امين فرحان، اوغونيس، وكذلك جمال حركاس، لعبات الكره لبحث على الراسيه، تدخل حمزه ايجابر، اصبح الان مرتد هجومي لفريق فريق الجيش الملكي. زكريا الهبطي، انس سلغات، استرجع كره بشكل جيد، سلغات في الجهه اليمنى، زكريا الضراوي عند اللاعب اوناجم، تدخل ديال ايمانويل، الحكم المساعد كيقول ما كاينش هناك خطا، ايمانويل، ايمان الشموي، كره طويله، واحد التنافس القوي بين لاعبي الفريقين. جمال حركاس لامير فرحان امام حمزه ايغامان، استرجع كره زكريا الهبطي، زكريا الهبطي، هناك انطلاقه ديال احمد حمودان، 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 مشى حمودان، حمودان، وخروج الحارس، خروج الحارس يوسف مطيع. لاحظوا اكيد الخروج ديال يوسف مطيع كان في المكان والتوقيت المناسبين امام احمد حمودان في الوقت اللي زكريا الهبطي، فكانت تمريره ممتازه عند اللاعب احمد حمودان. لاحظوا رد الفعل ديال يوسف المطيع مع اللاعبين والمدافعين، لان كان انفراد بالمرمى لاعب احمد حمودان. كره خارج ارضيه الملعب وشرط افاده فريق الجيش الملكي. غادي تنفذ الشرط من طرف لاعب المدافع ايمانويل. دقيقه 60 دائما 1-0 لافاده فريق الجيش الملكي. نفذ الشرط ربيع حريمات، سترجع كره لاعبي فريق الوداد ونجم، وشرط افاده فريق الوداد. تحدثت على اكيد الفوز ديال الجيش الملكي امام ريال مدريد كاول فريق عربي، كان بحضور لاعبين بقيمه بن عمر وصلاح وعمار وميكي وتيركادي، اكيد عطيف مختطف اللي كان سجل هاتريك، المدرب كان هو كليزو في الوقت ديال ريال مدريد، كان كيضم فيسنتي وكاسادو وماركيدوس وسانتا ماريا وكوسكاس ودي ستيفانو، وهذا كيبين يعني الحضور التاريخي والحضور الكبير الانديه المغربيه مع فرق وانديه بقيمه ريال مدريد. شرط افاده فريق الوداد في الوقت اللي ريتان الوطني عزيز بن عسكر حديث مع اللاعبين، وسننتظر تغيير اخر قادم في صفوف فريق الوداد. نفذ الشرط امين زحزوح، تمكنش من حصر الكره، امين فرحان، فرحان الياس الشطي، غادي ننتظروا دخول بدر قدرين وكذلك اسماعيل الحداد. بدر قدرين واسماعيل الحداد تغييرين قادمين في صفوف فريق الوداد. اسماعيل الحداد بامكانه يعطي انضماء جديده على مستوى الهجوم ديال فريق الوداد.
كذلك بدر قادرين على مستوى الدفاع ديال فريق الوداد. إذن دخول بدر القادرين، الخروج إلياس شتي أمام بدر القادرين اللي كانت عنده تجربة رفقة فريق المولودية الوجدية. كذلك خروج أنجم ودخول إسماعيل الحداد. إذن خروج إلياس شتي وخروج محمد أنجم، دخول بدر قادرين ودخول اسماعيل الحداد. اسماعيل الحداد اللي كانت عنده تجربه بالدوري القطري ورفقه فريق الخور، يعود للدوري المغربي من بوابه فريقه فريق الوداد. يوسف المطيع، كره روح رياضيه، تم اعاده كره لفريق الوداد. جمال حركاس، ايوب العبلود، ترجع كره من جديد على مستوى الدفاع ديال فريق الوداد. امين فرحان، يوسف المطيع، اسماعيل الحداد تمكنش من حصر الكرة، كرة خارج أرضية الملعب وشرط إفادة فريق الجيش الملكي. إيمانويل، كرة أقرب للمدافع جمال حركاس. يوسف المطيع، وكانت صعبة هذه الكرة، تمرير عند أمير فرحان لجمال حركاس. زكريا دراوي، زكريا لأنس سرغات، مشات كرة في الجهة اليسرى. بدر قادرين، جمال حركاس، كرة في الجهة اليمنى، فرصة لفيدة فريق الوداد. التمريرة في اتجاه لعيب اسماعيل الحداد. اسماعيل الحداد كما مرة أخرى عند أيوب العملود. أيوب العملود، تدخل الحكم كيطالب بمواصلة اللقاء. ذكر بأنه مباراة فتح الرباط أمام اتحاد تورقة، الجولة الثانية، هدف مثلي بين الفريقين. المباراة كذلك كدور في نفس التوقيت. تنافس قوي غادي نتابعوه في نهاية هذا الموسم. كذلك على مستوى اسفل الترتيب، خصوصا انتصار اللي حققه يوسفية برشيد عشيه اليوم امام المغرب الفاسي، خلى فريق يوسفية برشيد انه يرفع الرصيد ديالو 19 نقطه، وبالتالي قلص الفارق على المدير الوجديه الى نقطتين، وعلى شباب السوالم الرياضي ثلاثه ديال النقاط. وهذا هو يخلي بانه التنافس غادي يستمر حتى الجوله الاخيره، خصوصا تواجد اتحاد طنجه اللي عنده 24 نقطه، شباب محمدي اللي عنده 23 نقطه، شباب السوالم الرياضي اللي عنده 22 نقطة، والمولودية الوجدية 21 نقطة. نفس الشيء بالنسبة للموسم الماضي اللي كان كذلك تنافس حتى الأنفاس الأخيرة من الدوري الاحترافي، وكان نزولكم من أولمبيك خليبكا والدفاع الحسني الجديدي. أمين زحزوح، غير اتجاه الكرة في الجهة اليمنى عند اللاعب محمد مفيد. مفيد كيبحث على المراوغة، محمد مفيد إلى جانب زكريا العبدي. محمد مفيد أمام بدر قادرين، ترفعت كرة خطيرة هذه الفرصة، تدخل وإبعاد الكرة بطرف العابد أيوب العبلود. تمريرة عرضية من الجهة اليمنى برات من أمام المرمى، كانت شكلت خطورة. إيمانويل إيمان الشموي يمرر عند حمزة إيجامان، إيجامان يسدد ولكن الكرة ديالو بعيدة خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى لفائدة فريق الوداد. كانت فرصة ومحاولة لفريق الجيش الملكي من الجهة اليمنى. كما سنتابع محمد مفيد، مفيد لاحظوا مرر ولكن ما كانش هناك المتابعة لا من إيجامان ولا من أحمد حمودان. لحسن الحظ هناك تغطية من طرف المدافعين ديال فريق الوداد، وبالتالي إبعاد الكرة وإبعاد الخطورة. الجيش الملكي اللي الموسم الماضي انهى ب 67 نقطة، رقم بإمكانه أنه يتجاوزوا هذا الموسم فريق الجيش الملكي اللي عنده الآن 58 نقطة بدون احتساب كتنقيط هذا المباراة. نتابع عزيز بن عسكر في مهمة جديدة بالدوري الاحترافي، وهذا المرة مع فريق الوداد الرياضي البيضاوي بعدما قاد فريق المغرب الفاسي، فيما محمد ناصر الدين النبي حديث مع المدرب المساعد كذلك المدرب التونسي. إذن هناك تغيير قادم، دقة
دقائق المقبله بالنسبه لفريق الجيش الملكي. هناك تواجد علاء الدين اجراني كيقوم بعمليه الاحماء، وكذلك توبيسون اوريبولي، وقد نتابع كذلك امين دياكيتي. خطا لفيدة فريق الجيش الملكي. امين الزحزوح كيلعب الكره داخل منطقه الجزاء، والكره كتوصل سهله عند الحارس يوسف المطيع. جمال حركاس لانس سرغات. جمال حركاس كيلعب الكره طويله، هناك انطلاقه ديال النيجيري ديال اوغونيس، اوغونيس حصل الكره ولكن تدخل ديال محمد مفيد، يعني طريقه الكونترول حصل الكره كان بشكل جيد من عند اوغونيس، ولكن كان هناك تدخل ديال الدفاع ديال فريق الجيش الملكي. انس سرغات لاسماعيل حداد مره اخرى. انس سرغات المراوغه، شو غادي يعمل سرغات؟ غادي يبحث على الجهه اليمنى في اتجاه اللاعب ايوب العملود. العملود تمريره وتدخل الحارس، تدخل الحارس مهدي بن عبيد في الوقت اللي تومي زانغوري بوني يستعد للدخول، وكذلك اللاعب منصف العمري. اذا منصف العمري اللي كيساعد الان للدخول، وكذلك اللاعب والمهاجم البوتسواني تومي سونغ اوريبولي الذي يسعي كذلك الدخول في هذه الدقائق. دخول مهاجم ودخول مدافع في الوقت تبعد محاولة احمد حمودان، تمريرة تدخل فرحان ايوب العملود. سيف ديال بورا، سيف ديال بورا انطلاقة ديال نيجيري اوغونيس، اوغونيس وحاتم، حاتم هو اللي وصل الكرة اولا، حاتم صوابي، حاتم الصوابي اللي طرف بالامل ديال الفريق، والان واحد من اللاعبين المتميزين ديال فريق الجيش الملكي. زوير مرور العربي الناجي، ناجي تمرير عند اللاعب امين زحزوح، امين زحزوح خذ الكره محاولة الدخول داخل منطقة الجزاء، ولكن هناك تغطية من طرف امين فرحان. وقت احد اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي سقفوا ارضيه الملعب. تمرير من جمال حركاس لزكريا دراوي، اوغونيس زكريا دراوي، سيف ديال بورا مره اخرى لانس سرغات، زكريا دراوي كمان عند اسماعيل الحداد. الحداد تمريره في الجهه اليسرى في اتجاه اللاعب سيف ديال بورا، سيف ديال بورا الكره ما خرجتش في الوقت الحكم المساعد رافع الرايه، يقول بان الكره تجاوزت الخط وبالتالي شرط لفائده فريق الجيش الملكي. اذا الان غادي يتم التغيير، دخول منصف عمري لاعب سابق لفريق اولمبيك اسفي، بالتالي غادي يكون عنده ادوار دفاعيه. خروج ايمان الشيبوي لاعب والمدافع الرواندي، لاعب سابق لفريق باتريوتيك الرواندي، وصراحة يقدم يعني مردود جيد. كذلك خروج زكريا الهبطي ودخول تومي سونغ اوريبولي لاعب والمهاجم البوتسواني، لاعب سابق لاولمبيك خليبكا، وكانت عنده كذلك تجربة بالدوري الجزائري وفقت فريق اتحاد العاصمة، يعود للدوري المغربي وهذا المرة مع فريق الجيش الملكي. تومي سونغ اوريبولي، تومي سونغ اللي مسجل 4 ديال الاهداف مع فريق الجيش الملكي. جمال حركاس، جمال اللي العملود، ترجع الكره عند امين فرحان، بدر قدرين. هناك تدخل خطا لفيده فريق الوداد، كان تدخل في حق اللاعب سيف الدين بورا. ومن جديد تدخل ديال محمد مفيد امام سيف الدين بورا، نفذ الخطا. جمال حركاس، حركاس كيلعب الكره طويله في الجهه اليسرى في اتجاه اللاعب سيف الدين بورا، سيف الدين بورا مراوغه ممتازه، بورا رفع الكره داخل منطقه الجزاء، هذه فرصه لفريق فريق الوداد. عماد الخنوس يبعد الكره من طرف اللاعبين والمدافعين ديال فريق الجيش الملكي. جمال حركاس الان ضغط من طرف لاعبي فريق الوداد من الجهه اليمنى عند اسماعيل الحداد، اسماعيل الحداد مراوغه ممتازه، الحداد رفع الكره وتدخل الحارس، تدخل الحارس مهدي بن عبيد. امكانيات جيده لمهدي بن عبيد اللي خولوا انه يكون حاضر مع المنتخب الوطني المغربي بنهائيات كاس امم افريقيا الاخيره، وانك تكون الى جانب ياسين بونو والحمدي، فاكيد بانه غادي ياخذ الشيء الكثير. مهدي بن عبيد يمكن يكون واحد من الحراس اللي ياخذ المشعل على مستوى كره القدم الوطنيه، الكره المغربيه اللي قدمت حراس كبار على المستوى العربي والمستوى الافريقي.
حكم هشام تمزماني في حديث مع المدرب محمد نصر الدين النبي. تابعوا من جديد تدخل ديال محمد مفيد امام سيف الدين مرة. كان هناك ورقة وإنذار في الوقت تابع المحاولة ديال إسماعيل الحداد، مراوغة ممتازة، رفع الكرة بشكل جيد، ولكن المهدي بن عبيد في المكان والتوقيت المناسبين. إذا إنذار لمحمد مفيد، كينضم الكل من أحمد حمودان وحمزة إيجامان في تشكيلة فريق الجيش الملكي. الحكم كيوقف اللعب، هناك إصابة ديال أحمد حمودان، وبالتالي كيطلب من الطاقم الطبي أنه يدخل احتياط الإسعافات الأولية للاعب أحمد حمودان. في الوقت جماهير فريق الوداد تنتظر ردة فعل ديال فريقها من أجل العودة في النتيجة وتسجيل هدف التعادل والرد على هدف رابع حريمات اللي جا في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول. لكن حتى الآن كنقوم بينه صعوبات كيوجدوا لاعبين ديال فريق الوداد امام انتشار كذلك انتشار جيد ديال لاعبي ومدافعي فريق الجيش الملكي. اذا المباراه متوقفه، الحكم كيطلب من احمد حمودان انه يخرج ويغادر ارضيه الملعب في الوقت اللي خطا لفيده فريق الوداد. وراء الكره بدر قدرين لعب الكره طويله، تدخل حاتم الصوابي لاحظوا المستوى امتلاك الكره 58% بالنسبه لفريق الجيش الملكي، 42% بالنسبه لفريق الوداد في هذه الجوله الثانيه. بدر قدرين تمرير على سيف الدين مرة، قدرين استرجع الكره من طرف المدافع محمد مفيد، مشى في الجهه اليمنى، هذه فرصه او تومي سونغ وريبوني، تومي سونغ المهاجم البوتسواني، تومي سونغ كيتسنى المسانده، كيرجع الكره للخلف عند العميد ربيع حريمات مره اخرى لتومي سونغ أوريبوني، رابي حريمات تمنى باتجاه لاعب رابي حريمات داخل منطقة الجزاء. هناك تغطية والعودة ديال أمين فرحان، كرة خارج أرضية الملعب وركنية لفائدة فريق الجيش الملكي. إذا سنتابع الركنية من الجيش اليسرى لمرمى الحارس يوسف مطيع سعود العربي الناجي السابق لفريق النهضة البركانية واللي كان حقق معاه ألقاب. العربي الناجي خبرة وتجربة. إذا أمين زحزوح هي السعيد لتنفيذ هذه الركنية لفائدة فريق الجيش الملكي. زحزوح ترفعت الكرة الرأسية، فرصة تدخل الحارس يوسف مطيع اللي كانت فرصه ومحاوله لفائده فريق الجيش الملكي. كره مشات في الجهه اليمنى، زكريا دراوي عند اللاعب انس سرغات لامين فرحان. نلعبوا الان وغندخلوا 15 دقيقه الاخيره وربع ساعه الاخيره من الوقت الاصلي لهذه الجوله الثانيه. دائما 1-0 لفائده فريق الجيش الملكي. مشات كره في الجهه اليمنى من جديد اسماعيل حداد لأوغونيس، ممتازة بالكعب، هذه فرصة أيوب العملود حاول يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، تدخل وإبعاد الكرة للزاوية، زاوية لفائدة فريق الوداد الرياضي البيضاوي. تابع هذه المحاولة، تدخل الحارس يوسف مطيع، رأسية ديال حمزة إيجامان والمطيع في المكان المناسب. إذا خروج أوغونيس ودخول لاعب منير الهباش تغيير اخر في صفوف فريق الوداد اسماعيل حداد. كرة طويلة من انس استرغات على مستوى الجيل الوسطى، سيف الدين بورا شنو يعمل بورا، محتار بالكرة بورا، دائما محاولة بورا وغادي داخل منطقة الجزاء، فرصة للوداد تسديدة ولكن مرات جانبا. سيف الدين بورا قام بكل شيء، المراوغة دخول داخل منطقة الجزاء ولكن اللمسة الأخيرة كان عنده جوج الحلول، اما يسدد كما تابعنا انه يمرر داخل منطقه الجزاء. كان تواجد خنوس، تواجد فرحان وتواجد ايوب العملون. نتابع مره اخرى، لاحظوا خصوصا بانه امين فرحان كان لوحده اختار انه يسدد للمرمى ولكن التسديد له مرات جانبا. في الوقت اللي خروج حمزه ايجامان ودخول علاء الدين اجراي،
علاء الدين أجري لاعب سابق لاتحاد تبارة والنهضة البركانية والمغرب الفاسي، وكذلك عنده تجربة رفقة فريق معادرة القطري، كذلك الإيفواري لامين دياكيتي. يا سعيد للدخول لامين دياكيتي لاعب سابق الفتح الرباطي والدفاع الحسن الجدي والبلودية الوجدية، كذلك مع فريق العربي الكويتي لامين دياكيتي. محاولة إخراج الكرة من مناطق فريق الجيش الملكي، كرة طويلة من حاتم الصوابي. أن القراءات ديال المدربين خروج جابان وخروج حمودان، دخول على الدين أجراي ودخول لامين دياكيتي، في الوقت اللي تابعنا دخول باش وخنوس وقدارين والحداد في هذه الجولة الثانية. عزيز بن عسكر ونصر الدين النبي، كل مدرب يسعى للوصول للهدف الوداد لتعديل على الأقل تعديل الكفة، والجيش الملكي للاحتفاظ بهذا التقدم لما لا إضافة أهداف أخرى. كل قراءات تقنية وقراءات تكتيكية في هذه الجولة الثانية. ترجع كرة من جديد للحارس يوسف المطيع لأمين فرحان. نتيجة أمامنا دائما 1-0. سيف الدين بورا، سيف الدين بورا محتفظ بالكرة، انتظر المساندة، غير اتجاه الكرة من جديد المستوى الخلف لجمال حركاس. أنس الغات، زكريا دراوي، زكريا دراوي كان تدخل ديال ربيع حريمات، استرجع كرة جمال حركاس، حركاس محتفظ بالكرة، كيبرر عند بدر قدرين. هناك المطالبة بالخطأ، كرة خارج أرضية الملعب، والحكم يخرج شرطي في ذات فريق الوداد. هذا اللاعب منير باش يدخل في هذه الدقائق تجاوز المحاولة. سيف الدين بورا كيلعب الكرة في الجهة اليسرى عند اللاعب منير باش، وصل الكرة، محاولة المراوغة، إمكانية جيدة، تدخل وإبعاد الكرة للزاوية، زاوية لفائدة فريق الوداد. إذا سنتابع هذه الركنية لفائدة فريق الوداد من الجهة اليمنى لمرمى الحارس المهدي بن عبيد. سيف الدين بورا، سيف الدين بورا لعب الكرة عرضية، رفعت كرة من بدر القطري داخل منطقة الجزاء، تدخل الدفاع طبعا على مرتد هجومي لفائدة فريق الجيش الملكي. تومي سونغ، تومي سونغ بالجهة اليمنى، تومي سونغ تلقى قوة بدنية عند تومي سونغ وريبوني مهاجم البوتسواني، كينتظر أحد اللاعبين يطلب الكرة. علاء الدين أجراي، خروج الحارس، خروج الحارس يوسف مطيع في مناسبتين، يوسف المطيع في مناسبتين أمام علاء الدين أجراي، بسرعة كيلعبها عند جمال حركاس. تابعوا فرصة والمحاولة، رفعت الكرة يوسف المطيع، تمكنش في المهلة الأولى أنه ياخذ الكرة، ولكن في المرة الثانية تمكن من التقاطها في الوقت الحكم، كيقول بأن الكرة خارج أرضية الملعب وشرط في ذات عزيز بن عسكر. كما بأن هناك توتر أمام المهاجم تومي سونغ وريبوني في الوقت الحكم الرابع، كيطلب أن يكون هناك هدوء على مستوى دكة التحتيات ديال الفريقين. كرة في جيل وصلها سيف الدين بورا، بورا كيلعب الكرة في الوسط، أنس سلغات، سلغات مشات كرة في الجهة اليمنى لأيوب العملود، أيوب العملود حسن الكرة، ولكن كرة فقط عند لامين دياكيتي. أمين زحزوح، أمين زحزوح، كرة في الشرط لفائدة فريق الجيش الملكي. ذكر بأنه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في قرار لها تقرر رسميا العودة لمباراة السد في البطولة الاحترافية بعد الاجتماع اللي كان بين الجامعة المغربية لكرة القدم، اللي كانت عقدته مع من أجل المصادقة على بعض التعديلات الخاصة بالبطولة، منها مقترح قانون كينص على تغيير نظام النزول بين القسمين الاحترافي الأول والثاني. بالتالي تقرر قررت العصبة الاحترافية إجراء مباريات السد في الموسم الكروي القادم في البطولة الاحترافية في قسمين الأول والثاني، على إجراء مباريات السد بنظام الذهاب والإياب بين صاحبي المركزين الثالث عشر والرابع عشر، الرابع عشر بسبب القسم الأول والثالث والرابع بسبب القسم الثاني. هدف الإبقاء على عنصر الحماس والتشويق، هذا سيكون مهم جدا إلى آخر دورة من دورات الدوري، قرار سيكون بداية من الموسم الكروي المقبل. خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي، تدخل أمام أمين زحزوح، نتابع تدخل ديال
جمال حركاس أمام أمين زحزوح والعشر دقائق الأخيرة. حكم كيطلب لاعبين الفريق الوداد يعطيو الأمتار القانونية. إذا خطأ لفدة فريق الجيش الملكي. والكرة عدد من اللاعبين أجراي ومن زحزوح والعربي الناجي بالإضافة لتومي سونغ. في الوقت يوسف موطيع كيطلب اللاعبين أن يكون هناك حراسة فردية. حديث بين اللاعبين قبل تنفيذ هذا الخطأ وهذه الكرة الثابتة. وإن كان أمين زحزوح هو الأقرب للتنفيذ وتابعنا الكرة اللي منحت هدف أمين زحزوح هو اللي نفذ الكرة. والخاتم كان من ربيع حريمات. زحزوح هو العربي الناجي. حكم أعطى الإشارة. تعبت الكرة، الكرة كانت ترتطم بالحائط والحكم يطلب منه إعادة تنفيذ الخطأ ويطلب من اللاعبين ديال الفريق الوداد اللي كيشكلوا الحائط بأنهم يعطوا الأمتار القانونية. إذا الخطأ لفدة فريق الجيش الملكي سيتم إعادة تنفيذه. وراء الكرة أمين زحزوح. زحزوح كيسدد والكرة ترتطم بالحائط وتتحول للزاوية. الزاوية لفدة فريق الجيش الملكي. جانب اكيد الجماهير الوداد تواصل المسانده تواصل التشجيع. هذا هو الجمهور الحقيقي وهذه الجماهير الحقيقيه خصوصا لما الفريق يكون في وضعيه صعبه على مستوى النتائج. فالجمهور هنا الدور ديالو انه يشجع اللاعبين وانه يساند اللاعبين ويوقف الى جانبهم وهذا ما نتابعوه من اجل الخروج من هذه الوضعيه. هذه فرصه تدخل والكره خارج ارضيه الملعب. كانت فرصه لفدة فريق الجيش الملكي امامنا لامين دياكيتي والكره في الركنيه لفدة فريق الجيش الملكي. دائما البحث على هدف ثاني وهناك خطوره على دفاع وعلى مرمى فريق الوداد. لامين دياكيتي هو اللي غادي ينفذ هذه الزاويه وهذا الركنيه من الجهه اليسرى لمرمى الحارس يوسف مطيع. نوب ان المباراه تنتهي بروح رياضيه. حكم كيوقف اللاعب. هذا الحكم كيوقف اللاعب. تابع هذا الحضور الجماهيري كما قلت منهم ان المباراه تنتهي بروح رياضيه. اذا لامين دياكيتي يستعيد لتنفيذ هذه الركنيه. إذا لامين دياكيتي كيلعب الكرة الدائرية في القائم الأول. تدخل الدفاع دائما فرصة لفائدة فريق الجيش الملكي والكرة خارج أرضية الملعب. ضربة مرمى لفائدة فريق الوداد. هذه تنفذ من طرف يوسف المطيع. جمال حركاس لأمير فرحان. انطلاقة ديال جمال حركاس على مستوى الجهة اليمنى. كعبات الكرة طويلة. تدخل حاتم الصوابي. سيف الدين بوران حكم طب وصلة اللقاء التمريرة تصل لإسماعيل الحداد. عند اللاعب زكريا الضراوي. أيوب العملود. ترجع الكرة لأنس سرغات. أمين فرحان. مرة أخرى جمال حركاس. مشى الكرة في جريمنا أيوب العملود. طلب الكرة إسماعيل الحداد العملود. محاولة التمرير تدخل وتعود الكرة من جديد لفريق الجيش الملكي. تمريرة طويلة من زوير مارور. عند اللاعب علاء الدين أجراي. علاء الدين أجراي. حكم كيطالب بمواصلة اللقاء. ما كاينش هناك خطأ. تدخل ديال جمال حركاس. حركاس الآن هناك خطأ من طرف توبي زونغ على اللاعب جمال حركاس وخطأ لفدة فريق الوداد. خمس دقائق أخيرة. ذكر من جديد ببرنامج ديال هاد الجولة في الوقت اللي هناك تغيير. زين الدين الدراك يستعيد الدخول وخروج أمين زحزوح. إذا خروج أمين زحزوح اللي قدم مستوى طيب وكان وراء الكرة اللي منحت الهدف من كرة ثابتة. أمين زحزوح يغادر كيخلي مكانه لزين الدين الدراك.
لاعب سابق لفريق اولمبيك خوريبكا اكيد غادي يكون عنده دور على مستوى وسط الميدان. زين الدين دراك قلت بان اول برنامج لهذه الجوله المغرب الفاسي هزم بالميدان امام يوسفيه برشيد في نفس التوقيت كتجرى مباراه فتح الرباطي اتحاد تورقه والثامنه مساء حسين اكادير امام المولديه وجديه غدا الاولمبيك اسفي امام النهضه البركانيه المغرب التطواني في لقاء الكلاسيكو الشمال امام اتحاد طنجه وشباب محمديه يواجه فريق الرجاء فيما يوم الاثنين شباب السوالم الرياضي امام نهضه اتلتيك زمامره. مشات كره في الجهه اليمنى اسماعيل الحداد حداد كيلعب الكره طويله عند اللاعب سيف الدين بورا عندي فرصه لفيدا فريق الوداد بورا فرصه تدخل ويبعث الكره من زوير مارور سيف الدين بورا بحث على عماد الخنوس في القائمه الثاني زوير مارور في المكان المناسب يتمكن من ابعاد الكره وابعاد الخطوره لاحظوا وسقط الكره لسيف الدين بورا رفع الراس ديالو بان له عماد الخنوس التمريره كانت ممتازه ولكن كذلك القراءه ديال زوير مارور كانت بشكل جيد تلك قطع الكره نفذت الزاويه ديال فرصه راسيه مشات فوق المرمى الراسيه فوق المرمى بواسطه اللاعب منير الهباش اللي دخل خلال الجوله الثانيه محاولة أخرى لفيدة فريق الوداد بدر قدرين هو اللي نفذ الزاوية لاحظوا بأنه كان صعود جوج ديال اللاعبين خنوس والهباش ولكن الكرة مشات فوق المرمى تضيع هذه الفرصة وتضيع هذه المحاولة على فريق الوداد ضربة مرمى لفيدة فريق الجيش الملكي منتصر الحتيمي غادي ياخذ مكان زكريا الدراوي إذا المنتصر الاحتيمي هذا التغيير الخامس والأخير في صفوف فريق الوداد منتصر الاحتيمي هذا الدقائق الأخيرة كرة خارج أرضية الملعب بشرط إفادة فريق الوداد نفذ من إسماعيل الحداد ترجع كرة عند أنس الغات كرة طويلة داخل منطقة الجزاء الكرة براس هذه فرصة فرصة لإفادة فريق الوداد عماد خنوس دائما عند سيف الدين بورا سيف الدين بورا رفع الكره داخل منطقه الجزاء هذه فرصه منتصر الاحتيمي عند اسماعيل الحداد الحداد شو يعمل الحداد وابعاد الكره من طرف العربي الناجي فرصه ومحاوله لفيده فريق الوداد جمال حركاس عند اللاعب امين فرحان لبدر قدرين عند منتصر الاحتيمي تبدي الكره للاعب او لاعب مدير الهباش استرجعوا كره لاعبين ديال فريق الوداد الهباش لعماد الخنوس خنوس غير اتجاه كره بشكل ممتاز عند اسماعيل الحداد على مستوى الجهه اليمنى اسماعيل الحداد مراوغه ديال اسماعيل الحداد يمرر عند بدر قدرين قدرين رفع الكره في اتجاه لعيب ايوب العملود تدخل الدفاع ديال فريق الجيش الملكي البحث على المرتد الهجومي كيقود الان محمد ربيع حريمات ربيع حريمات لعلاء الدين اجري علاء الدين كيرجع الكره مره اخرى لربيع حريمات كيحاولوا لاعبين ديال فريق الجيش الملكي الان يمتصوا الحماس هذه لاعبين ديال فريق الوداد من خلال لان الكرات القصيره التمريره عند لاعب ربيع حريمات في الوسط زين الدين دراك حاتم الصوابي محمد مفيد استرجع الكره لزين الدين دراك اقرب لبدر قدرين جمال حركاس دقيقه الاخيره في انتظار التعرف على الوقت بدل ضائع لهذه الجوله الثانيه كان هناك خطا الحكم خلال امتياز بدل الكره لفيدة فريق الوداد عند بدر قدرين قدرين لسيف الدين بورا بورا من اجل وسط تحرك الان ديال لاعبين ديال فريق الوداد سيف الدين بورا بورا رفع الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه تصل الكره للمنتصر الاحتيمي يبحث عن تسديد ايوب العملود ولكن الكره مشات فوق المرمى تسديده ايوب العملود كتمشي فوق مرمى الحارس المهدي بن عبيد فرصه ومحاوله كانت لفائده فريق الوداد ولكن لم يتم استثمارها على نحو جيد نتابع هذه التمريره تصل الكره للمنتصر الاحتيمي يضعها امام ايوب العملود الذي يسدد ولكن التسديد ديالو ما كانش مؤثره مشات بعيده على مرمى الحارس المهدي بن عبيد لذلك تضيع هذه الفرصه وهذه المحاوله على فريق الوداد الرياضي البيضاوي نفذت ضربه مرمى كره طويله بالراس من طرف دومي سونغ دومي سونغ اوريبولي كيلعب الكره في الجهه اليسرى ترجع كره لفيده فريق الوداد انس الغات تمريره عند اللاعب سيف الدين بورا كره بعيده على سيف الدين بورا خارج ارضيه الملعب مباشره لفيده فريق الجيش الملكي خمسه ديال الدقائق كوقت بدل ضائع كيعلن عليهم الحكم الرابع سعيد بوجيدي خمس دقائق هل تكون كافية لفريق الوداد من أجل العودة في النتيجة أم أن الجيش الملكي سيحسم الأمور
وسيعود بثلاث نقاط ستكون غالية في مشوار السباق والوصول لدرع الدوري لهذا الموسم. هذه فرصة حكم كان الخطأ تدخل طوميسون غوريبولي أمام جمال حركاس. هذه تنفذ الخطأ تابع التدخل ديال المهاجم البوتسواني أمام جمال حركاس. بدر قادرين أكيد من المباراة ما غتنتهي إلا بصفر ديال الحكم، كل شيء وارد في هذه الدقائق الأخيرة وفي هذا الوقت بدر الضائع. أيوب العملود، العملود كيلعب الكرة في الجهة اليمنى عند إسماعيل الحداد، إسماعيل الحداد التمريرة كذلك في اتجاه اللاعب. هذه فرصة، فرصة أيوب العملود تمريرة، تدخل حارس مهدي بن عبيد دائما الخطورة، إسماعيل الحداد ولكن تسديدة مشات بعيد، تسديدة إسماعيل الحداد مشات بعيد على مرمى الحارس مهدي بن عبيد اللي تدخل في الكرة الأولى بشكل ممتاز. سنتابع هذه المحاولة، تمريرة أيوب العملود داخل منطقة الجزاء، تدخل وإبعاد الكرة ثم إسماعيل الحداد الذي يسدد بحث على القائمة الثاني، ولكن الكرة ديالو مشات بعيد خارج أرضية الملعب في الوقت اللي هناك إنذار لأمين فرحان. إذا المباراة متوقفة في الوقت كتعطى الإسعافات الأولية للحارس المهدي بن عبيد. نلعب الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، دخول الحتيمي، دخول إسماعيل الحداد بالإضافة لخنوس واللاعب الهباش، فكيعطيو دفعة على مستوى الهجوم ديال فريق الوداد اللي أصبح اللي كيشكل خطورة ويقترب لمرمى الحارس مهدي بن عبيد في مباراة الكلاسيكو بين الوداد الرياضي البيضاوي والجيش الملكي. مباراة الذهاب اللي كانت انتهت بفوز فريق الجيش الملكي 3 أهداف مقابل هدف واحد. التسجيل العربي الناجي حق خالد عيتون خان اللي كيغيب على هذه المباراة، والإيفواري لامين دياكيتي في الوقت الهدف الواحد كان سجلوا باسم الفريق الوداد يحيى جبران كذلك الغائب عن هذه المواجهة. إذا غادي تنفذ ضربة مرمى، كرة طويلة من الحارس مهدي بن عبيد تعود لمنتصر الحتيمي، الحتيمي تمريرة، تدخل محمد مفيد، زين الدين الدراك مشات كرة في الجهة اليمنى، لامين دياكيتي انطلاقة ديال تومي سونغ وأمين فرحان اللي كيدخلوا كيبعاد الكرة اللي شرط في ذات فريق الجيش الملكي. كان كيطلب من الحكم بانه يتم احتساب الوقت بدل الضائع، اكيد بانه التوقيع كيبقى دائما عند حكم المباراه محمد مفيد لتومي سونغ. حكم مره اخرى كيعلن الشرط في ذات فريق الجيش الملكي. محمد مفيد، زين الدين عبد الراق، الدراق كيضيع من الكره، ترجع من طرف لاعب مولي الهباش كيمرر كرة طويلة في اتجاه عماد الخنوس، ولكن تدخل الدفاع ترجع من جديد عند محمد مفيد سيف الدين بورا. بدر قادرين وشرط من جديد في ذات فريق الوداد، تنفذ من طرف المدافع بدر قادرين. منتصر الحتيمي، أمير فرحان، جمال حركاس، جمال حركاس كبر عند إسماعيل الحداد، إسماعيل كيبحث على أحد اللاعبين، كبر عند بدر قادرين، بدر قادرين، كرة في الوسط، أنس استلغات مراوغة أخرى، هذه فرصة لفت الفريق الوداد، تمريرة داخل منطقة الجزاء، فرصة أيوب العملود، أيوب العملود وتدخل حارس مهدي بن عبيد. تدخل حارس مهدي بن عبيد كانت فرصة لفائدة فريق الوداد، عمل كبير لقى بأنس الغات، تمريرة ممتازة عند أيوب العملود ومهدي بن عبيد يتمكن من تصدي والتقاط هذه الكرة. فرصة ومحاولة شكلت خطورة واضحة لدفاع فريق الجيش الملكي، كرة في الجهة اليمنى
رجعت كره من طرف عماد الخنوس، لعبات الكره طويله اتجاه لاعب منير لباش، والحكم كيعلن على خطا ولمسه يد على لاعب منير. تابعوا من جديد، الحكم اعتبر بان كان هناك لمس الكره باليد وخطا لفيده فريق الجيش الملكي. هذه تنفذ الخطا من طرف الحارس مهدي بن عبيد. نلعب الدقيقه 7 من الوقت بدل الضائع. خروج الحارس يوسف المطيع، والحكم يعلن على نهايه المباراه بفوز فريق الجيش الملكي بهدف ليلا شيء و3 نقاط غاليه لفريق الجيش الملكي الذي يوسع الفريق الان على فريق الرجاء 7 ديال النقاط في انتظار مباراه الرجاء امام شباب المحمديه، وبالتالي الجيش الملكي اكيد خطوه اخرى نحو درع البطوله. هزيمه اكيد بالنسبه لفريق الوداد هي الهزيمه الثامنه هذا الموسم، وبالتالي اكيد مطالب بترتيب الاوراق امامنا، الارقام والمعطيات والاحصائيات. بأودعكم على امل لقائي بكم في مناسبه قادمه بحول الله، الى اللقاء.